السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الخامس في الوحدة الأولى، جبر طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي، وهو درس التحولات الهندسية واللي قلنا عليه من أهم دروس الوحدة، وإن ما كانش أهم درس في المنهج بتاعك. كل الأربع دروس اللي قبل كده أنت بتدرسهم عشان تخش الدرس ده على أرض صلبة. نفس النصيحة اللي أنا قلتها لك في فيديو الإخطار، يا ريت لو ما شفتش الدرس الرابع بالأخص، طبعا أكيد لازم تكون شفت الدروس اللي قبل كده عشان المجال والاضطراد والمدى وتحديد النوع والتماس وكل ده ما احنا درسناه في الدروس الأولى، فما ينفعش تذاكر الحصة دي من غير ما تكون ذاكرت أول أربع حصص في المنهج بفضل الله. بالنسبة لشرح المنهج وحل الإخطار، حل المقالي، حل الاختبارات، كل ده موجود معاك في قوائم التشغيل. خلصنا ايه في المنهج؟ احنا بفضل الله خلصنا 4 جبر، 4 تفاضل، 2 حساب مثلثات، 2 استاتيكا بفضل ربنا ان شاء الله. لو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول بيقول لي استخدم منحنى الداله د، حيث داله س عباره عن س تربيع، يعني انت هتستعمل س تربيع. فرسمة السين تربيع دي دالة تربيعية بتبقى 7 أو 8 حسب معامل سين تربيع أو حسب معامل القوس. حلو أوي. لتمثيل كل من الدوال ومن الرسم عايز المجال والمدى والاضطراد والنوع ومعادلة محور التماسك. شوية الحاجات اللي أنا كاتبهم لك دول. طب إيه نقطة التماثل دي اللي هي نقطة رأس المنحنى؟ ما هي نقطة رأس المنحنى عشان نعمم التعريف في الدوال كلها هنسميها نقطة التماسك. يلا بينا تعالى نسمي بسم الله والموضوع سهل وبسيط جدا ان شاء الله. يلا اول حاجه بصفر القوس او بصفر السين. طب دي سين تربيع مش مضايقها حاجه خالص يا باشمهندس، خلاص يبقى انا بالنسبه لي صفر، وباخد العدد اللي بره زي ما هو اللي هو سالب 3. كل الكلام ده احنا اتعلمناه في فيديو الشرح وحل الاخطار. يبقى انا نقطه التماثل هي صفر وسالب 3. صفر وسالب 3 يعني على الرسمه هنا يا باشمهندس اهي. بعد كده معامل س تربيع موجب، يبقى الرسمه 7، يعني المنحنى هيبقى مفتوح لفوق بالشكل ده كده. يبقى انا كده رسمت شكل الرسمه بتاعتي. حلو، ده كده نص السؤال بجد. اه والله، ده انت ان جبت نقطه التماثل ورسمت الموضوع بالنسبه لك خلص. هعمل بعد ايه كده؟ هجيب المجال. طبعا المجال بيجي من على السين، وانا ملاحظ ان الرسمه واخده السين كلها، ما الكيرف ده طالع والكيرف ده طالع، يبقى انا بالنسبه لي المجال حق. طب المدى؟ أقل نقطة على الصادات جاية عند السالب 3 وطلع لحد فوق خالص، يبقى من سالب 3 لحد الموجب ما لا نهاية. طب نوع الدالة، الجزء اليمين شبه الشمال، في دي دالة زوجية. طبعا السين تربيع احنا عارفين ان هي دالة زوجية، وطبعا سين تربيع دي تعتبر زوجي من الدرس الثالث. ناقص 3 اللي هي دالة ثابتة فزوجي، وزوجي ناقص زوجي زوجة، وهتمنع الرسمة. التماثل يعني هي متماثله حوالين ايه؟ بص، مش دي نقطه التماثل، هي بتبقى متماثله حول السين اللي هنا. يعني التماثل حول المستقيم اللي معادلته س بيساوي صفر. ما هو س بيساوي صفر اللي هو محور مين؟ محور الصادات. ما هي فعلا محور الصادات مخلي الرسمه الجزء اللي على اليمين شبه الجزء اللي على الشمال. طب الاضطراد ايد الشمال اهي، فالجزء ده نازل، يبقى هي بالنسبه لي تناقصيه. من فين يا باشمهندس؟ ما الجزء ده جاي من الشمال، يبقى جاي من سالب ما لا نهايه لحد النقطه ده اهي اللي هي اسقاطها عند السين صفر، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد الصفر مفتوح. طب الجزء الثاني، الجزء ده بيزيد بيزيد مع ايد الشمال، يبقى بالنسبه لي تزايديه. من فين؟ من نفس النقطه اللي انا واقف عندها اللي هي الصفر وراح ناحيه اليمين، يبقى لحد الموجب ما لا نهايه. هي دي المعلومات اللي انت هتطلعها في السؤال، ودي الرسمه البسيطه. وانا برسم كروكي. اه، لو انت عايز رسم بيرفكت 100% وعايز تجيب نقط التقاطع هتشوف فيديو السنه اللي فاتت. هو مش مهم، بس انا لو انت عايز تعرف هي قطعت فين هنا بالظبط، طب ما تشرح لي على المثال ده وانا هبدا اقول الامثله بعد كده. ماشي، مش دي نقط التقاطع مع محور السينات؟ ايوه، نقط التقاطع مع محور السينات هحط الصاد بصفر، ما هي س دي اللي هي الصاد، فلما احطها بصفر يبقى الصفر بيساوي س تربيع ناقص التلاتة، ودي التلاتة هناك يبقى السين تربيع بتساوي 3. خد الجذر يمين وشمال، هنا هيشيل لك الأس، يبقى السين بتساوي موجب أو سالب جذر 3 اللي هي المفروض 1 وشوية. فالمفروض إن الأصح إن الرسمة تقطع 1 وشوية، يعني وليكن هنا، وسالب 1 وشوية يعني وليكن هنا. ده الرسم الدقيق 100%. ولكن أنت لو عملتها كده مش هتنقص في الامتحان، لأن هي دي المعلومات وده شكل الرسمة اللي هو المطلوب منك. خلاص، كلام جميل، تعالى نشوف اللي بعده.
بسم الله. رقم 2 بيقول لي ر س 2 ناقص س تربيع. يلا السين تربيع دي مش مضايقه حاجه، يبقى صفر، وباخد العدد اللي بره زي ما هو يبقى 2، يبقى نقطه التماثل اللي هي اهم حاجه صفر و2، يعني النقطه دي. كلام جميل جدا. بعد كده معامل س تربيع سالب، يعني اللي قبل س تربيع سالب، يبقى الرسمه 8، يعني 8 يا باشمهندس، فهتبقى عامله كده. لو انت عايز تعرف هي قطعت فين بالظبط، قلت لك حط الصاب بيساوي صفر. المجال انا ملاحظ ان الرسمه واخده محور السينات كله، يبقى المجال ح. طب المدى، الرسمه دي جايه من تحت، جايه من تحت، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد اعلى نقطه، اللي هي النقطه دي عند كام؟ عند الاثنين، والاثنين معايا. طب النوع، ما هو الجزء اليمين شبه الشمال، فدي نوعها ايه؟ زوجيه. طب انا برسم كروكي ومش عارف نقطه التقاطع اجيبها منين؟ من فوق، ما هي الثابته زوجيه والسين تربيع زوجيه، زوجيه ناقص زوجيه بزوجي. حلو. طب التماثل، ما قلت لك نقطه التماثل اهو، خد اللي في السين، يبقى متماثله حول المستقيم اللي معادلته س بيساوي صفر، هو محور الصادات. طب الاطراد، ايد الشمال اهي في الجزء ده بيزيد، ده بيزيد، يبقى بالنسبه لي تزايديه. الجزء ده جاي من الشمال، يعني من سالب ما لا نهايه لحد النقطه ده اهي اللي هي اسقاطها على س صفر، يبقى لحد الصفر مفتوح. طب الجزء ده بينقص، بينقص، يبقى تناقصيه. منين؟ من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، من النقطة دي لحد الموجب ما لا نهاية. وقلنا الاضطراب بيجي من على السين ودايما فتراته مفتوحة، يبقى هو ده كده شكل الرسمة بتاعتي. رقم 3 بيقول لي ر س بتساوي سالب س ناقص 3 الكل تربيع. ماشي يا عم، سهلة. بعمل إيه؟ باخد اللي جوه القوس أساويه بالصفر، يعني س ناقص 3 بتساوي صفر، ده هتروح يبقى س ب3، يبقى نقطة التماثل الإحداث س ب3. مفيش عدد بره، يعني اعتبر كانها كانت زائد صفر، يبقى صفر. حلو جدا. حط نقطه التماثل على الشكل، ها 3 وصفر، يعني هنا يا باشمهندس اهي. كلام جميل جدا. بعد كده اللي قبله القوس سالب، يعني معامل س تربيع سالب، يعني الرسمه 8، فالرسمه تبقى عامله بالشكل ده كده. كلام جميل جدا. يلا المجال، دي واخده محور السينات كله يا باشمهندس، ويعتبر دي ده اللي كسرت الحدود، يبقى ح. المدى، الرسمه دي جايه من تحت، من تحت، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد اعلى نقطه اللي هي دي، لو رحت خبطت في الصاد هتاجي عند الصفر، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد الصفر، والصفر معايا. طب النوع، النوع دلوقتي هل هي متماثله حول الصادات ولا متماثله حول نقطه الاصل؟ خلي بالك يا باشمهندس ان طالما حصل ازاحه فهي ولا هي متماثله حول الصادات ولا هي متماثله حول نقطه الاصل، يبقى انا بالنسبه لي ليست وليست. خلي بالك التماثل بقى اللي هي نقطة التماثل هنا موجودة، ازاي يا باشمهندس؟ ما طالما جبت نقطة التماثل يبقى متماثلة حول المستقيم س بيساوي 3. إنما النوع ليست وليست، لأن النوع ده بتحدد بناءً على إيه؟ يا إما تماثل حول الصادات عشان تبقى زوجية، يا إما يبقى تماثل حول نقطة الأصل اللي هي الفردية. إنما أنا بجيب حاجة اسمها التماثل، أو أقول لك الشكل ده متماثل فين؟ أنت لو جيت عملت يا باشمهندس، بسم الله، لو جيت عملت عند س بيساوي 3 هنا كده، هتلاقي الجزء اليمين شبه الشمال، فده التماثل، هو متماثل حول المستقيم ده. وصلت؟ هي دي فكره المساله بس، انما النوع ليست وليست، عشان ما تلخبطش نفسك. طب الاضطراد، ايد الشمال اهي، فالجزء ده بيزيد، يبقى تزايدي. من فين يا باشمهندس؟ ها؟ الجزء ده جاي من الشمال، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي على السين اللي هي 3، قلنا فترات الاضطراد مفتوح. طب الجزء ده بينزل، يبقى تناقصية من النقطة اللي أنا واقف فيها اللي هي 3 لحد موجب ما لا نهاية. وصلت؟ وصلت، بس هي دي فكرة المسألة. اللي بعدها بيقول لي س زائد 2 الكل تربيع ناقص الأربعة. أول حاجة باخد اللي جوه القوس أصفره، يعني س زائد 2 بيساوي صفر، هودي دي، يبقى إذا الس بسالب 2، فده كده نقطة التماثل سالب 2، وباخد العدد اللي بره زي ما هو سالب 4. خلي بالك التماثل ده اللي تحت، باخد اللي في السين ده في الداله التربيعيه، يبقى هي متماثله حول س بيساوي سالب 2. بس ده المستقيم اللي هي متماثله عليه لو انا من قبل ما ارسم اعمل حاجه. خلي بالك بقى ان النقطه هنا بقت احداثيين، يبقى انا لازم ارسم محاور جديده. ازاي؟ اول حاجه اجيب النقطه سالب 2 وسالب 4 اللي هي النقطه دي. بعد كده يا باشمهندس هرسم المحاور الجديده. ركز بقى معايا في الكلام. ها؟ ادي محور اهو. ده عند النقطة،
وادي محور اهو، دي اسمها المحاور الجديده. بعد كده خلاص انا عرفت يا باشمهندس دلوقتي ان هي دي نقطه مين؟ نقطه التماسك. بعد كده معامل القوس او معامل سين تربيع موجه بيبقى الرسمه دي مفتوحه لفوق بالشكل ده كده. بس عملت الشكل ده كده انت بيرفكت وزي الفل، فعلا الخط ده اللي هو سين بيساوي سالب 2 ده اللي رسم الرسمه اليمين شبه الشمال. بس هات المتطلبات، يلا المجال هي واخده محور السينات كله فح. طب المدى اقل نقطه هي لو رحت خبطت في الصاد جاي عند السالب 4 وهي معايا، يبقى من السالب 4 وطلع لحد فوق يبقى الحد الموجب ماله نهايه. طب النوع قلنا طالما حصل لها ازاحه يبقى ليست وليست. التماثل قلنا بنجيب معادله محور التماثل من السين. طب الاضطراد ايد الشمال اهو الجزء ده بينزل يبقى تناقصيه، وهي جايه من الشمال يبقى من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي اسقاطها عند السين سالب 2 يبقى من سالب ما لا نهايه لسالب 2 مفتوح. وبعد كده تزايدي من السالب 2 لحد الموجب ما لا نهايه مفتوح. وصلت؟ بس كده. ده كده كل المطلوبات اللي في السؤال، والموضوع سهل وبسيط خالص. رقم 5 يلا بيقول لي س زائد 3 على 2 ناقص نص، ماشي مفيش مشكله. اول حاجه هاخد اللي جوه القوس اساويه بالصفر، يبقى س زائد 3 على 2 اللي هي 1.5 بيساوي صفر، طلع دي بره يبقى س بيساوي سالب 1.5 او سالب 3 على 2. يبقى نقطه التماثل سالب 1.5 او سالب 3 على 2، وباخد العدد اللي بره زي ما هو اللي هو سالب نص. يبقى نقطة التماثل سالب 1.5 وسالب نص، يعني ايه؟ سالب 1.5 يعني ما بين السالب 1 والسالب 2، وسالب نص يعني قبل السالب 1، وليكن دي نقطة التماثل. طب بعد كده هروح أعمل المحاور الجديدة عند النقطة دي أهو. بالشكل ده كده وبالشكل ده كده. كلام جميل، كلام جميل. كده خلاص يا باشمهندس أنا عملت إيه؟ المحاور الجديدة. طبعًا معامل السين أو معامل القوس موجب بيبقى الرسمة هتبقى 7. يعني الرسمة عاملة بالشكل ده كده، أنت كده رسمت صح. يلا يا باشمهندس يلا. أول حاجة المجال واخدة محور السينات كله برضه فح. المدى أقل نقطة هي لو رحت خبطت في الصد جاي عند السالب نص، ما ده اللي إحنا عملنا عنه المحاور الجديدة. يبقى من السالب نص، ودي طالعة لحد فوق يبقى الحد الموجب ما لا نهاية. طب النوع قلنا طالما حصل لها إزاحة يبقى ليست زوجية وليست فردية أو ليست وليست. التماثل قلنا بناخد اللي في السين أهو. هي متماثلة حول المستقيم اللي معادلته س بتساوي سالب 3 على 2، عند سالب 1.5 الجزء اليمين شبه الشمال. الاضطراد ايد الشمال اهو فالجزء ده نازل. يبقى دي بالنسبة لي تناقصية. من فين يا باشمهندس؟ دي من سالب ما لا نهاية لأن هي جاية من على الشمال لحد النقطة دي اللي هي اسقاطها على السين سالب 3 على 2 اللي أنا عامل عليها المحاور. الجزء الثاني بيزيد يبقى تزايدية. من اللي انا واقف عنده سالب 3 على 2 لحد موجب ما لا نهايه. خلاص ده كده بالنسبه لي المطلوب مني والمساله خلصت. 6 بيقول لي ر س بسالب نص س تربيع. خلي بالك انت الس تربيع مش ملاقي حاجه يبقى صفر، والعدد اللي بره مش موجود يبقى صفر، يبقى نقطه التماثل صفر وصفر اللي هي ايه؟ نقطه الاصل. طب ايه سالب نص دي؟ بص يا باشمهندس انا عندي الداله بتتضرب في ثابت، ودي قاعدة. الثابت ده لو فرضنا ان هو ألف، يعني مثلا لو هي ألف س تربيع، عندك حالتين، هما الحالتين. قال لك لو القيمة المطلقة لألف أكبر من الواحد، أو القيمة المطلقة لألف أكبر من الصفر وأقل من الواحد، إيه الكلام ده؟ قال لك لو القيمة المطلقة لألف أكبر من الواحد فده اسمه تمدد رأسي للدالة. طب دي اسمها انكماش رأسي للدالة. طب يعني ايه تمدد راس؟ يعني بتقرب من الصادات. طب يعني ايه انكماش راس؟ يبقى بتبعد عن الصادات. طب دي سالب نص، فالقيمه المطلقه لها نص، هي الفكره ان هي مضروبه في نص وحصل لها انعكاس، عشان كده بنقول القيمه المطلقه. فطالما هي سالب نص يعني رقم ما بين الصفر والواحد القيمه المطلقه ليه، يبقى ده انكماش راس، يعني معناه ان الرسمه دي بتبعد عن محور الصادات، بتنكمش راسي، يبقى عماله تبعد عن محور الصادات، ودي مهمه قوي. طب هتقول لي هعمل ايه الوقت؟ خلاص انت حددت نقطة التماثل، كلام جميل جدا. معامل س تربيع سالب يبقى الرسمة 8، فأنا قلت لك طالما الرقم ده ما بين الصفر والواحد القيمة المطلقة ليه يبقى ده انكماش رأس. الانكماش بتبعد عن الصادات، يعني الرسمة بتفتح منك كده. وصلت؟ هي دي بس فكرة المسألة. هو أنا لو رسمتها قريبة هنقص؟ والله ولا أي حاجة، بس أنا بفهمك فكرة التمدد وفكرة الانكماش. خلاص؟ فالمجال بالنسبة لي هنا حق. طب المدى؟
الرسمة دي جاية من تحت، يبقى من سالب ما لا نهاية لحد أعلى نقطة فوق جاية عند الصاد بصفر عادي جدا. طيب النوع، ركز معايا هنا، هي متماثلة حول الصادات لأن اليمين شبه الشمال، فدي زوجية لأن دي ما حصلهاش إزاحة. حلو، التماثل معادلة في محور التماثل بجيبها من هنا، يبقى س بيساوي صفر، الاضطراد ايد الشمال اهي الجزء ده بيزيد، فتزايدية جاية من الشمال من سالب ما لا نهاية لحد الصفر مفتوح، ما هي وسط هنا، والجزء ده بيقل، يبقى تناقصية من النقطة اللي أنا واقف عنها صفر لحد الموجب ما لا نهاية. خلاص، دي كل المعلومات ودي فكرة الانكماش. سجل الملحوظة دي عشان هنستعملها في أكتر من سؤال في درس النهاردة. طيب رقم 7، ايه الشكل العجيب ده يا باشمهندس؟ س تربيع زائد 4 س زائد 4، ده مش الشكل اللي احنا متعود عليه. بص معايا، في عندك حلين، الحل الاولاني ان انت تحاول تخليها في شكل الدرس. ازاي؟ ما هي س تربيع زائد 4 س زائد 4، والله والله هي هي س زائد 2 الكل تربيع، يعني ده مربع كامل. حلو، فانا بالنسبه لما اجيب نقطه التماثل باخد اللي جوه القوس اللي هو س زائد 2 بيساوي صفر، يبقى الس بتساوي سالب 2، يبقى نقطه التماثل سالب 2 والعدد اللي بره زي ما هو، مفيش عدد بره، ما تخيل ان دي كانها زائد صفر، العدد اللي بره صفر، يبقى دي نقطه التماثل. طب انا سمعتك يا باشمهندس بتقول لي في طريقتين، ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه يا باشمهندس كنا نقطه التماثل او نقطه راس المنحنى في الداله التربيعيه كنا بنجيبها في ثالثه اعدادي من سالب ب على الف ودالة سالب ب على الف. ايه الكلام ده بقى؟ سالب ب على الف يعني سالب معامل س على معامل س تربيع، سالب ب على 2 الف معذره، ودالة سالب ب على 2 الف، سالب ب على الف دي بتاع المجموع الجذري، هي سالب ب على 2 الف. حلو قوي، فانا بعمل ايه؟ بص اهي، بص معايا كده، سالب ب يعني سالب معامل س يعني سالب 4 على 2 ألف يعني 2 في معامل س تربيع يعني 2 في 1 ب 2، وهتلاقي إن سالب 4 على 2 فيها سالب 2. طب بعد كده بعمل إيه؟ مش أنا جبت النقطة دي بسالب 2؟ فأنا هجيب دالة سالب 2 أهي، ببحث دالة سالب 2 هكتبها هنا وبعدين أمسحها، دالة سالب 2 يعني بعوض في المسألة بسالب 2، فسالب 2 تربيع ب 4، 4 في سالب 2 بسالب 8 زائد 4، هتلاقي إن دالة سالب 2 بصفر، يبقى فعلاً ده طلعت بصفر، يعني النقطة سالب 2 وصفر. خلاص؟ دول الحلين اللي انا ممكن الجأ لهم لما الاقي الشكل متغير، يا اما احاول اظبط المساله تبقى حاجه تربيع، ممكن تبقى حاجه تربيع زائد او ناقص عدد عادي، وده هتوضح لنا في المثال الجاي ان شاء الله، يا اما بالنسبه لي احلها بالطريقه دي. وصلت؟ وصل. تعال نرجع للمساله، جبنا نقطه التماثل سالب 2 وصفر يعني هنا، معامل س تربيع موجب يعني الرسمه مالها 7، الرسمه عامله بالشكل ده كده. خلاص انا رسمت المجال، دي واخده محور السينات كله، يبقى المجال ح، المدى اقل نقطه هي لو رحت خبطت في الصاد هلاقيها بصفر، يبقى من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه. طيب النوع، طالما حصل لها ازاحه ليست وليست، ليست وليست، ولكن التماثل بجيبها من السين، ما هو ده معادله محور التماثل، هي س بيساوي سالب 2، والرقم الثاني كان بيبقى القيمه الصغرى او العظمى، لو هي 7 صغرى لو هي 8 عظمى، كل دي معلومات قديمه مهمه قوي. بص معايا، الاضطراد ايد الشمال اهي الجزء ده نازل، يبقى بالنسبه لي تناقصيه جايه من الشمال من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي الحمد لله على السين واضحه خالص سالب 2، وبعدين بتبدا تزيد من نفس النقطه اللي انا واقف عنها سالب 2 لحد الموجب ما لا نهايه. خلاص، ده شكل الرسمه وده التوضيح بتاعها والطريقتين اللي بنجيب بيهم نقطه راس المنحنى. رقم 8، ها س تربيع زائد 4 س زائد 1، يلا دي ممكن نعملها بالطريقتين. الطريقه السهله هنجيب ايه؟ اول حاجه سالب ب على 2 الف، سالب معامل س يعني سالب 4 على 2 في معامل س تربيع يعني 2 في 1 ب 2 فتطلع بسالب 2. طالما جبت الرقم الاولاني بسالب 2 فانا عايز الرقم الثاني بعوض في المعادله بسالب 2، يعني ببحث داله سالب 2، فسالب 2 تربيع قلنا بكام؟ ب 4 و4 في سالب 2 بسالب 8 زائد 1، 4 و1 5 ناقص 8 يبقى سالب 3، يبقى دي سالب 2 سالب 3. خلاص، انا كده جبت نقطه راس المنحنى على فكره او نقطه التماثل سالب 2 وسالب 3. طيب انت، هو انت يا باشمهندس ما تعرفش تعملها لي بالطريقه الثانيه؟ اعرف طبعا، ايه المشكله؟ مش انا دلوقتي س تربيع زائد 4 س انا عايزها زائد 4
عشان اعملها مربع كامل؟ اه. قال لك في الاخر، شايف الواحد ده؟ انا هخليها موجب 4 ناقص 3، هشيل الواحد واخليها كانها زائد 4 ناقص 3، هل يحصل حاجه؟ لا. ما هو س تربيع زائد 4 س زائد 4 اللي هي س زائد الاثنين الكل تربيع، وادي الناقص 3 اهو. الله عليك يا باشمهندس. فلو خدت اللي جوه القوس وقلت س زائد الاثنين بيساوي صفر، تطلع الس بسالب 2، ولو خدت العدد اللي بره زي ما هو سالب 3، ادي السالب 3. شكرا بس خلاص. فنقطه التماثل فعلا سالب 2 وسالب 3، وحسبتها لك بالطريقتين اهو. حلو جدا. سالب 2 سالب 3، سالب 2 سالب 3 يعني النقطه دي. طيب خلي بالك انت كده فين ازاحتين حصلوا، فيفضل ان انت تروح تعمل المحاور الجديده زي ما انا بعمل كده اهو يا باشمهندس. كلامك جميل جدا. دي نقطه التماثل. طب معامل س تربيع؟ لا موجبه يا باشمهندس، يبقى الرسمه مالها؟ 7 بالشكل ده كده، خلاص انت رسمت. طبعا المجال هي واخده برضو محور السناب كله، يبقى حط المدى اقل نقطه هي لو رحت خبطت في الصاد بسالب 3، يبقى من السالب 3 ودي طالعه لحد فوق، يبقى الحد الموجب ماله؟ نهائي. طب النوع قلنا حصل لها ازاحه، ليست وليست، ليست وليست، انما التماثل موجود، ما هو ده معادله محور التماثل اللي هو س بيساوي سالب 2. طب الاضطراد ايد الشمال اهو، الجزء ده نازل، يبقى تناقصيه، دي جايه من الشمال يبقى من سالب ما لا نهايه لحد النقطه ده اللي هي اسقاطها عند س سالب 2، يبقى من سالب 2 مفتوح. وبعدين بتبدا تزيد من النقطه اللي انا واقف عليها سالب 2 وراح للموجب ما لا نهايه. شكرا يا باشمهندس، وصلت؟ هي دي كل المعلومات في السؤال، ويعتبر ده اصعب سؤال في التمرين وموجود في كتاب المدرسه يعني مهم، ولكن الموضوع سهل وبسيط جدا زي ما انت شايف. خلاص تعالى نشوف السؤال اللي بعده. طيب ركز معايا يا باشمهندس، هنخش على النوع الثاني دلوقتي. هيدخل لك نوع ثاني، خلي بالك تمارينها جميله جدا في المعاصر. ليه؟ امسك لك الداله التربيعيه خد افكارها كلها اهي، امسك لك الداله التكعيبيه خد افكارها، المقياس خد افكارها، الكسريه خد افكارها، وهكذا. بيقول استخدم منحنى الداله د حيث داله س عباره عن س اس 3، تمثيل كل من الدوال ومن الرسم نفس شويه الحاجات اللي احنا عايزينهم دول. يلا بينا، يلا بينا. اول حاجه دي س تكعيب، مضايقه حاجه يا عم الحاج؟ قال لك لا، يبقى صفر. والعدد اللي بره زي ما هو يبقى 4، يبقى نقطه التماثل 0 و4 اللي هي النقطه دي. هنا بقى يفضل تعمل المحاور الجديده حتى لو هو محور واحد. اقول لك ليه؟ بس دي عشان دقه الرسم ليس الا يعني، ماشي؟ لو ما عملتهاش على فكره عادي جدا. بص، معامل الس تكعيب موجب، يبقى انت هترسم في الاول والثالث، عشان كده بقول لك بس اول والثالث للمحاور الجديده. خلي بالك المحاور الجديده ده الاول، ده الثاني، ده كله الثالث، ده الرابع، وصلت؟ فانت هترسم الاول والثالث، وخلي بالك الداله التكعيبيه بتبقى رسمتها كده، بص بص، بتبقى نازله كده وبعدين تقوم نازله كده، خلاص. فده شكل الرسم بتاعنا. طبعا المجال هي واخده محور السناد كله في حق، والمدى واخده محور السناد كله في حق، فدي ميزتها سهله شويه في البحث. طب النوع، خلي بالك هي لو عند صفر وصفر بتبقى فرديه، انما هي حصل لها ازاحه، فهي كده مش متواصله حول نقطه الاصل ولا محور الصداد. يبقى انا بالنسبه لي ان النوع ليست وليست. طب باشمهندس التماثل، هقول لك هل في خط هنا تعرف تجيبه ويبقى الرسمه يمين زي شمال؟ لا. انا مثلا لو اخترت الخط ده، هل اليمين شبه الشمال؟ لا. ما تقوليش ان دي كده ودي تحت، لا، اليمين شبه الشمال يعني في رسمه هنا ودي كده فدي الرسمه هنا، فما فيش. طيب هل تقدر تجيب لي في الصادات، يعني لو تخيلنا ان في صادات يعني فوق شبه تحت؟ لا، اصل لو دي فوق يبقى شبهها تحت واحده عامله كده، فطبعا هنا دي ما لهاش تماثل. خلاص؟ حلو قوي. بس عشان كده اصلا وبقول لك ابحث ايه؟ ابحث المجال، المدى، الاضطراد، النوع من كأنها زوجيه، نقطه التماثل اللي احنا جبناها فوق دي، يعني هنا ما فيش تماثل، وصلت؟ ولكن انا كاتبها لك عشان اقول لك المعلومه. طب الاضطراد، ركز معايا، دي ميزتها ان هو لا اضطراد واحد. هو ايد الشمال اهو هوب 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 كلها بتزيد، يبقى هي تزايديه على مجالها، او تزايديه من سالب ما لا نهايه لحد الموجب ما لا نهايه، وصلت؟ بس هي دي كل المعلومات بتاعتها وادي الرسمه بتاعتها. السؤال رقم 2 بيقول لي ر س بتساوي س ناقص 3 الكل تكعيب. اول حاجه هاخد اللي جوه القوس اساويه بالصفر، يبقى س ناقص 3 بيساوي صفر، دي تروح، يبقى س ب 3، يبقى نقطه التماثل دي ب 3، مفيش عدد بره يبقى صفر. يلا يا باشمهندس، 3 وصفر يعني على محور السينات هنا. قلت لك يفضل هنا تعمل ايه؟ تعمل المحاور الجديده.
كلام جميل جدا وزي الفل. بعد كده ها معامل القوس ايه؟ موجب. يبقى الرسمه في الاول والثالث، ده الاول ده الثاني ده الثالث ده الرابع للمحاور الجديد. طب رسمتها اهي بتنزل كده وبعدين تنزل. يبقى ده شكل الرسمه بتاعتها. برضو المجال والله حق، والمدى والله حق. طب النوع، ما انا قلت لك حصل لها ازاحه، يبقى ليست وليست. التماثل قلت لك ملهاش تماثل، لان التماثل ده مش هيبقى موجود الا لو هي مركزها نقطة الأصل، أو نقطة التماثل نقطة الأصل. طب الاضطراد، إيد الشمال أهي هوب 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 بتزيد، يبقى هي تزايدية على مجالها، أو من سالب ما لا نهاية لحد الموجب ما لا نهاية. خلاص الكلام جميل وسهل. تعال نشوف اللي بعد. هنا بيقول لي 2 ناقص س الكل تكعيب. بص بقى، في الدالة التربيعية إحنا كنا ممكن ناخد اللي جوه القوس نصفره وشكرا، حتى لو هي سالب س. ليه؟ هفرق لك ما بين حاجتين وخدهم معلومه مهمه قوي قوي ليك. لو القوس 2 ناقص الس لكل تربيع مش هيفرق. ليه؟ لان كنت باخد اللي جوه القوس اقول 2 ناقص س بيساوي صفر، يبقى الس ب 2. لسبب بسيط، انا لو خدت سالب عامل مشترك فيفضل لي س ناقص ال 2 لكل تربيع، والسالب مع الاس الزوجه هيتاكل، فكانها س ناقص 2 لكل تربيع. فما كانتش بتفرق ولا بتغير الاشاره اللي بره، يعني القوس ده كان المعامل بتاعه موجب، فضل المعامل برضه بتاعه موجب. دي بقى الداله الثعبانيه، انا بسميها داله ثعبانيه، مكرة جدا مع انها سهله. ليه؟ لان هو جايب لك القوس 2 ناقص س لكل تكعيب. لو انا خدت سالب عامل مشترك فيفضل لي س ناقص 2 لكل اس 3. السالب مع الاس الفردي بتطرد بره، يعني دي كانها سالب س ناقص 2 لكل تكعيب. الله الله، يعني هي لو انت واحد مش واخد بالك هتقول المعامل موجب، يبقى هي في الاول والثالث للمحاور الجديده، ويغير لك الاضطراد ويبوظ لك المساله كلها. لا، ده طلع معامل القوس سالب، فطالما معامل القوس سالب يبقى هي هتترسم في الثاني والرابع للمحاور الجديده، فتكنش بتفرق في التربيعيه انما تفرق في التكعيبيه. يا ريت تسجل الملحوظه دي معاك عشان مهمه جدا جدا. خلاص تعالى بقى نحل المسألة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها فقلنا ايه؟ في الدالة التكعيبية لما الاقي سالب س هعمل الحركة اللي أنا عملتها دي يا باشمهندس. باخد السالب عامل مشترك جوه القوس ويفضل لي س ناقص 2. أهي الكل إيه؟ الكل تكعيب. السالب مع الأس الفرد هيتطرد بره، يبقى كأنها سالب س ناقص 2 الكل تكعيب. دي المسألة اللي هو بيكلمك عليها. طبعا هتاخد اللي جوه القوس تساوي بالصفر، يعني تقول لي س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى الس ب 2 ومفيش عدد بره يبقى صفر. يبقى نقطة التماثل هي 2 وصفر، هي النقطة دي. وبعد كده يا باشمهندس هعمل المحاور الجديدة أهي. طبعا المحور الثاني هو ده، يعني أنت لو كنت عايز تعمل هو ده. فده الأول ده الثاني ده الثالث ده الرابع. بص بقى، طالما معامل الس تكعيب سالب يبقى هي هتترسم في الثاني والرابع للمحاور الجديدة. انما لو كنت عملتها شبه الثانيه قلت لي موجب كنت هترسمها كده، فده غلط. فالرسمه هتبقى عامله بالشكل ده كده. خلاص يبقى ده شكل الرسمه بتاعتنا. كلام جميل. طبعا المجال هي واخده محور السينات كله، وبرده واخده محور السرات كله، فيبقى المدى حق. طب النوع، حصل لها ازاحه، يبقى بالنسبه لي ليست وليست، وزي ما قلت لك ملهاش تماثل عشان ما هيش نقطه الاصل هي نقطه التماثل. الاضطراب بقى، بص ايد الشمال اهي هوب دي بتنقص، يعني دي بالنسبه لي تناقصيه على مجالها اللي هو من سالب ما لا نهايه لحد الموجب ما لا نهايه. خلاص كلام جميل جدا. تعال نشوف اللي بعده. 4 2 ناقص س ناقص 1 الكل تكعيب. دي س عادي، فدي ما فيش فيها مشكله. اول حاجه اخد اللي جوه القوس س ناقص الواحد بيساوي صفر، ودي دي يبقى الس بواحد، يبقى اذا الس بواحد، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو 2، يبقى نقطه التماثل 1 و2 اللي هي بالنسبة لي النقطة دي. بعد ما بعمل النقطة هبتدي أعمل المحاور الجديدة بتاعتي بالشكل ده كده يا باشمهندس. أهو كلام جميل، أدي نقطة التماثل أهي. طبعا معامل القوس سالب، خلاص هو جهز سالب وجوه مفيش سالب س. أنت عارف لو كان جوه سالب س وقبلها سالب كانت تتحول لموجب. خلي بالك من الأفكار دي الله يكرمك.
فانا بالنسبه لي خلاص دي هتترسم في الثاني والرابع للمحاور الجديده، يعني شكل الرسم هيبقى عامل كده. خلاص كلام جميل جدا. طبعا المجال هي واخده السينات كله فحه، المدى هي واخده الصادات كله فحه، النوع حصل لها ازاحه هيبقى ليست وليست، التماثل قلنا ملهاش تماثل عشان نقطه التماثل مش نقطه الاصل. طب الاضطراد ايد الشمال هيبقى تناقصيه، فدي تناقصيه على مجالها لان هي كلها بتنزل، يبقى هي بالنسبه لي تناقصيه من سالب ما لا نهايه لحد الموجب ما لا نهايه. يا رب تكون عرفت الفكره دي، ودي سهله وبسيطه. 5 اهو، بص سالب س لا تامن الداله الثعبانيه دي، دي هظبطها الاول ازاي؟ بص معايا، ادي القوس هاخد سالب عامل مشترك فيفضل لي س ناقص 3 الكل تكعيب، طبعا زائد 1 يبقى الكلام ده بيساوي السالب مع الاس الفرد هيتضرب بره، يبقى ده سالب اهو س ناقص 3 الكل اس 3 زائد 1. وصلت؟ يبقى هي دي اللي انا هشتغل عليها. طبعا هقول س ناقص 3 بيساوي 0 يبقى الس ب 3، واخد العدد اللي بره زي ما هو اللي هو 1، يبقى نقطة التماثل كام؟ 3 و1. 3 و1 يعني النقطة دي، وبعد كده هعمل المحاور الجديدة يا باشمهندس، أنت علمتني كده، حاضر. ده كده كلام جميل، أهو أدي المحاور إيه؟ الجديدة. بعد كده يا باشمهندس طالما معامل القوس سالب يبقى هي في الثاني والرابع للمحاور الجديدة، اللي هما الاثنين دول، يبقى ده شكل الرسمة. خلاص؟ فده كده الرسمة بتاعتي. طبعا هي واخدة السينات كله في المجال، وواخدة الصادات كله في المدى، يبقى المجال ح والمدى ح. حصل لها إزاحة يبقى ليست وليست، وطبعا التماثل مش موجود قلنا عشان مفيش ان هي نقطه تماثل بتاعتها صفر صفر، ده راح حطها في اول مثال. طب الاضطراد ايد الشماليه فهي تناقصيه، وانت خلاص عرفت لما يبقى القوس قبل سالب بتبقى تناقصيه، القوس موجب يبقى تزايديه، طبعا على مجالها اللي هو سالب ما لا نهايه لحد الموجب ما لا نهايه. خلاص دي رقم 5، تعال نشوف رقم 6. رقم 6 بيقول لي 2 س تكعيب ناقص 1، قلنا الدالة لما بتتضرب في رقم أكبر من الواحد، يعني هنا الرقم ده 2، فالقيمة المطلقة للعدد ده وليكن أ أكبر من الواحد، فده معناه إن الدالة دي حصل لها تمدد رأسي. يعني إيه تمدد رأسي يا باشمهندس؟ يعني هي عمالة تقرب على الصادات وتطول. إنما لو كان الرقم ما بين الصفر والواحد القيمة المطلقة ليه فده انكماش رأسي، بتبعد عن الصالات وزي ما نقول كده بالبلدي بتدخل بتزيد. خلاص كلام جميل جدا. طيب انا مش مهندس اتعامل معاها ازاي؟ اتعامل معاها عادي خالص، عادي خالص. ازاي يعني؟ هي دي السين تكعيب مضايقه حاجه؟ لا، يبقى صفر، والعدد اللي بره زي ما هو يبقى سالب 1، يبقى هي بالنسبه لي من صفر وسالب 1 نقطه التماثل اللي هي دي. بعد كده يا باشمهندس بعمل المحاور الجديده عند النقطه دي اهي، طبعا المحور الثاني اهو اللي هو محور الصادات، حلو جدا. بعد كده يا باشمهندس معامل الس تكعيب موجب، يبقى انا بالنسبه لي مرسوم في الاول والثاني، فالداله هترفع وتطول، انت عارف هترفع وتطول يعني هتبقى عامله كده مثلا، صح؟ مش احنا كنا بنفردها، او تعالى ايه نقربها اكتر اهي، يعني الداله تبقى عامله كده، تلاقيها قريبه من محور الصادات اكبر، لان هي لو في الطبيعه س تكعيب كانت هتبقى عامله كده. وصلت؟ فده بالنسبه لي كل ما بقرب من الصادات وبطول فده تمدد راس. وطبعا انت في طريقه ثانيه، ايه هي الطريقه الثانيه؟ طبعا انا مش عايز الازرق ده، انا بوضح لك الفرق بس. فانا بالنسبه لي اعوض بنقط، هتلاقي كلام منطقي. يعني ايه؟ لو انا عوضت بصفر تطلع بسالب 1 اللي هي نقطه التماثل، حلو. طب لو عوضت بواحد يبقى 2 في 1 تكعيب ب 2 ناقص 1 ب 1، فهتلاقيها بتمر بواحد وواحد زي ما قلت لك. طب لو عوضت بسالب 1 هتبقى 2 في سالب 1 بسالب 2 وسالب 1 سالب 3، يعني سالب 1 بتعدي بسالب 3 اهو. بص الكلام منطقي، فهتلاقيها بتمر بالنقط دي، فانا بدل ما اقعد اجيب نقط انا عملتها لك اهو. وصلت؟ وصلت. طيب هي واخده محور السينات كله؟ اه، ما هي هتفضل ترفع وتطول وتزيد حاجه بسيطه قوي، يعني كل ما تطلع فوق تبعد سنه 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 لحد ما تبقى واخده الرسمه كلها. يبقى انا بالنسبه لي المجال ح، وطبعا هي قصاد محور الصادات كله فيبقى المدى ح. طبعا حصل لها ازاحه يبقى ليست وليست، طبعا التماثل قلنا مش موجود عشان نقطه التماثل مش نقطه الاصل. الاضطراد ايد الشمال اهي فهي بتزيد، وقلنا لو معامل السين تكعيب موجب فهي تزايديه على مجالها اللي هو من سالب ما لا نهايه لحد الموجب ما لا نهايه. خلاص؟ هل فيها مشكله؟ دي فكره التمدد، وده الاختصار بتاعه عشان ما تقعدش بقى في هيصه كبيره جدا جدا. تعال نشوف السؤال
اللي بعده. طيب ركز معايا يا باشمهندس، هنخش دلوقتي على النوع الثالث، بيقول لي استخدم منحنى الداله د حيث داله س القيمه المطلقه لس لتمثيل كل الدوال المعرفه بالقواعد. عايز كل حاجه وعايز معادله محور التماثل. محور التماثل بتاع داله المقياس شبه الداله التربيعيه، باخد الاحداث الس والمقياس بياكل السالب، يعني مش هيفرق معايا موضوع ان انا اخد سالب عامل مشترك زي ما وضحتها لك في فكره الداله التكعيبيه. الداله التكعيبيه دايما تخلي بالك منها، لو هي سالب س لازم تظبط المساله، ودي ملحوظه مهمه جدا جدا. يلا هنا اول حاجه اللي جوه المقياس س يعني مش مضايقه حاجه صح، يبقى صفر، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو سالب 3. يبقى انا بالنسبه لي نقطه التماثل صفر وسالب 3 اللي هي النقطه دي. كلام جميل جدا. هنا مش مهم تعمل محاور جديده، ولو عايز تعمل عادي جدا يعني، بس هي الفكره ان هي مهمه قوي في التكعيبيه. بعد كده رسمه المقياس بيبقى خط، وصلت؟ يعني انا بالنسبه لي دلوقتي يا باشمهندس المقياس ده المعامل بتاعه موجب، يبقى الرسمه 7. انا هتلاقي الرسمه عامله بالشكل ده كده، بس انا خلاص رسمت الرسمه وكله زي الفل. كلام جميل، كلام جميل قوي. نقطه التقاطع لو عايز تجيبها بالظبط، يبقى القيمه المطلقه لس بيساوي 3، المفروض هي تقطع عند ال 3 وتقطع عند السالب 3، يعني اصلا الاصح بتاع الرسمه. بس زي ما قلت لك انت لو ما عملتهاش كده عادي ومش هتنقص وما تخافش، ان الصح هتيجي تقطع عند ال 3 وهتيجي تقطع عند السالب 3 عشان موضوع المساحه المحصوره والكلام ده كله. يعني المفروض ان شكل الرسمه كده ده الصح جدا، بس مش هيضايقك في حاجه ما تقلقش. يلا بينا. يلا المجال واخده محور السناد كله حاضر، المدى اقل نقطه هي سالب 3 وطالعه لحد فوق، يبقى من سالب 3 لحد الموجب ما لا نهايه. النوع طبعا اليمين شبه الشمال، فدي داله زوجيه لان المقياس زوجي ناقص الثلاثه زوجي، زوجي ناقص زوجي يبقى زوجي، يبقى دي داله زوجيه. طبعا التماثل باخد اللي في السين متماثله حول المستقيم س بيساوي صفر، شبه الداله التربيعيه بالظبط. طب الاطراد ايد الشمال اهو، فالجزء ده نازل، يبقى بالنسبه لي تناقصيه جاي من الشمال من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي اسقاطها عند السين صفر، يبقى لحد الصفر مفتوح، والفرع الثاني بيزيد، يبقى تزايديه مكان ما وقفت من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه. وصلت؟ بس كده، دي كل المعلومات اللي هو عايزها. اتنين بيقول لي 2 ناقص القيمه المطلقه لس. يلا يا باشمهندس القيمه المطلقه لس دي مش مضايقه حاجه، يبقى السين بصفر، العدد اللي بره زي ما هو يبقى 2، يبقى نقطة التماثل 0 و2 اللي هي النقطة دي. كلام جميل جدا. بعد كده يا باشمهندس الرسمة 8 لأن قبله المقياس سالب. طب لو أنا عايز أعرف هيقطع فين؟ لو قلت 2 ناقص القيمة المطلقة لس بيساوي صفر، يبقى القيمة المطلقة لس بيساوي 2، يعني موجب أو سالب 2، يبقى هو هيقطع عند السالب 2 كده، وهيقطع عند الاتنين كده. ده لو أنت عايز رسمك يبقى مظبوط بالظبط، فده شكل الرسمه بتاعي. المجال هي واخده السينات كله، يبقى ح طبعا المدى هي جايه من تحت لحد اعلى نقطه اللي هي الاثنين، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين مفتوح. طبعا النوع اليمين شبه الشمال، فدي داله زوجيه. التماثل حول المستقيم ده اللي هو باخد اللي في السين، يبقى س بيساوي صفر. الاطراد ايد الشمال اهي، في الجزء ده بيزيد، يبقى تزايدية من فين؟ جاية من الشمال من سالب ما لا نهاية لحد النقطة دي اللي هي اسقاطها عند السين صفر، يبقى لحد الصفر مفتوح. طب الجزء ده ماله؟ تناقصية، يبقى تناقصية من فين؟ من مكان ما وقفت من الصفر لحد الموجب ما لا نهاية. خلاص دي كل المعلومات اللي هو عايزها. 3 ر س سالب القيمة المطلقة لس زائد 5. ركز بقى معايا، أول حاجة هساوي اللي جوه المقياس بصفر، يبقى س زائد 5 بيساوي صفر، يعني س بيساوي سالب 5، يبقى نقطة التماثل سالب 5، والعدد اللي بره مش موجود يبقى صفر، يبقى نقطة التماثل سالب 5 وصفر اللي هي النقطة دي. الرسمة هتبقى عاملة إزاي؟ الرسمة هتبقى 8، ليه؟ لأنه معامل مقياس سالب. فأنا بالنسبة لي ممكن أرسم على طول أهي الرسمة 8 كده. عايز تعرف هي قطعت الصاد فين؟ حط الس بصفر. لما احط السين بصفر هتبقى القيمه المطلقه لسالب 5، يعني هي المفروض هتقطع الصاد عند السالب 5. ده انا بقول لك انت لو عايز الرسمه مظبوطه، فطبعا الفرع الثاني المفروض يوسع شويه، انما انت رسمتها عادي مفيش ادنى مشكله. خلاص؟ طيب المجال، طبعا هي واخده محور السينات كله، يبقى ح. طيب المدى، الرسمه دي جايه من تحت لحد اعلى نقطه دي، لو رحت خبطت في الصاد بصفر
يبقى هي جايه من تحت سالب ما لا نهايه لحد اعلى نقطه بصفر مقفول. طب النوع ده حصل لها ازاي؟ هيبقى ليست وليست. انما التماثل باخد اللي في السين، هي متماثله حوالين المستقيم اللي هو س بيساوي سالب 5. لو جيت عملت يا باشمهندس خط هنا كده عند السالب 5 هلاقي اليمين شبه الشمال، وصلت؟ وصلت. طيب الاضطراد ايد الشمال اهي، فالجزء ده بيزيد، يبقى من ما كتبناش هي ايه؟ تزايديه جايه من الشمال من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي على السين اللي هي سالب 5. وبعدين تناقصيه، الفرع الثاني مكان ما واقف من سالب 5 لحد موجب ما لا نهايه اللي هو حد اليمين. لو جبت واحده الثانيه خلاص بقت سهله معاك، وده كده رقم 3. رقم 4 بيقول لي 2 ناقص القيمه المطلقه لس، اي 2 ناقص س. هل هنا اخد سالب عامل مشترك؟ هعملها لك واوضح لك ان هي ما فيش فرق في التربيعيه وفي المقياس. ليه؟ بص ادي القيمه المطلقه اهي، لو انا خدت سالب عامل مشترك فهتبقى س ناقص 2. ما هو القيمه المطلقه بتاكل السالب، يعني هتطلع الرقم ده كانه س ناقص 2 عادي. يعني هي س ناقص 2. فعشان كده ما بيفرقش معانا شبه الداله ايه؟ شبه الداله التربيعيه. خلاص كلام جميل قوي وزي الفل. فاول خطوه اعملها ايه؟ اخد اللي جوه المقياس على طول 2 ناقص س بيساوي صفر، وادي دي يبقى س ب 2. يبقى نقطه التماثل س ب 2 والعدد اللي بره زي ما هو بواحد، يبقى نقطه التماثل 2 و1 اللي هي النقطه دي. خلي بالك بقى انت اتحركت في الاثنين اهو، فهنعمل محاور جديده. ادي في محور اهو، وادي في محور اهو. كلام جميل. بعد كده يا باشمهندس الرسمه هتبقى 7 عادي. السالب التاكل يعني مش هيطلع بره، فالرسمه هتبقى مفتوحه لاعلى بس. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. فالرسمه هتبقى عامله بالشكل ده كده. طب انا عايز اعرف هي قطعت الصاد فين؟ حط السين بصفر، يبقى القيمه المطلقه ل 2 ب 2 زائد 1 ب 3، يعني هي تقطع الصاد عند الثلاثة، يعني الرسمه هتبقى كده. دي دقه رسم بس، انما لو ما عملتهاش مش مشكله. طبعا المجال هي هتبقى واخده محور السناد كله، يبقى ح. المدى اقل نقطه هي لو رحت خبطت في الصاد بواحد، يبقى من الواحد وطلع لحد فوق يبقى موجب ما لا نهايه. حصل لها ازاي؟ هيبقى ليست وليست. التماثل باخد اللي في السين، متماثله حول المستقيم اللي معادلته س بيساوي 2. طب الاضطراد ايد الشمال اهي، فالجزء ده نازل، يبقى بالنسبه لي تناقصيه جايه من الشمال يعني من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي اسقاطها عند السين 2 وفترات الاضطراب مفتوحه. طالما دي تناقصيه يبقى الفرع الثاني تزايديه، مكان ما وقفت من الاثنين لحد الموجب ما لا نهايه. خلاص دي رقم 4. تعال نشوف رقم 5. 5 بيقول لي 4 ناقص س ناقص الاثنين. ماشي، اول حاجه هاخد اللي جوه المقياس س ناقص الاثنين بيساوي صفر، هودي دي يبقى س ب 2. ونقطه التماثل س ب 2، واخد العدد اللي بره زي ما هو اللي هو 4، يبقى نقطه التماثل 2 و4. 2 و4 اللي هي النقطه دي. فبعد كده يا باشمهندس هنعمل المحاور الجديده او المحاور المهمية. خلاص يعني حسب ما انت بتسميها. خلاص كلام جميل قوي. بعد كده يا باشمهندس هنبتدي نرسم. هل الرسمه 7 ولا 8؟ لا الرسمه 8. ليه؟ لان اللي قبل المقياس سالب، فالرسمه 8 يعني هتبقى عامله كده، يا عم هتبقى عامله كده. قطعت فين بالظبط؟ ما يشغلكش. عايز تجيبها ساوي الصب الصفر، يبقى القيمه المطلقه لس ناقص 2 بيساوي 4، يبقى يا اما 6 يا اما سالب 2، يعني هي الاصح بتاعها. ده انا بقول لك الصح، بس انا بقول لك ان هو مش مهم يتعمل، ان هو هتقطع عند السالب 2 وهتقطع عند ال 6. وخلي بالك طالما اتحركت 4 هنا فهي بتتحرك 4 برضه هنا، لان هي بتبقى متماثله. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. طيب المجال بالنسبه لي هي واخده محور السناد كله، يبقى ح. المدى الرسمه دي جايه من تحت لحد اعلى نقطه قصاد الصاد ب 4، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد الاربعه مقفول. حصل لها ازاي؟ هيبقى النوع ليست وليست. التماثل باخد ده، فهي متماثله حول المستقيم س بيساوي 2. الاضطراد ايد الشمال اهي، فالجزء ده بيزيد لحد النقطه دي اللي هي اسقاطها عند السين 2، يبقى تزايديه من الشمال يعني من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين. يبقى الفرع الثاني تناقصيه عكسها، مكان ما وقفت من الاثنين لحد الموجب ما لا نهايه. خلاص لكل معلومات السؤال. رقم 6، 2 في القيمه المطلقه لس. ها هنا الداله اتضربت في عدد، فده كده القيمه المطلقه الالف اكبر من الواحد، العدد ده اكبر من الواحد، يعني ده عباره عن تمدد راسي.
والتمدد الرأسي بتقرب من محور الصدات وترفع، يعني بترفع وتطول. وصلت؟ دي شرحناها كتير. أول حاجة السين اللي في القوس دي مش مضايقة حاجة، يبقى صفر، وباخد العدد اللي بره، مفيش عدد بره، يبقى صفر، يبقى نقطة التماثل صفر وصفر اللي هي نقطة الأصل. زي ما قلت لك دي هتبقى قريبة من محور الصلات وهتطول. ليه؟ بكل بساطة أنا لو عوضت عن السين بواحد هتطلع باتنين، ولو عوضت عن السين بسالب واحد برضه باتنين، لو عوضت باتنين هتبقى بأربعة، ولو عوضت بسالب اتنين برضه بأربعة، لو عوضت بتلاتة هتبقى بستة، لو عوضت بسالب تلاتة برضه بستة. فتلاقي إن الرسمة بترفع وتطول أهي بكل بساطة، لما تيجي ترسمها هتلاقيها كده. ده فرع، ده المفروض سالب واحد، ماشي، احنا ما حطيناش السالب واحد صح؟ لا، احنا الاثنين والاربعه والست، ايوه احنا حطينا الاثنين غلط. النقطه اللي هي الزرقاء دي مكانها هنا، سالب واحد باثنين اللي هي النقطه دي، خلاص؟ فده شكل الرسمه بتاعتنا، رفيعه وبتقرب من محور الصدى، عشان كده بنقول تمدد راس. طب المجال هي واخده محور السناد كله، يبقى ح المدى اقل نقطه على الصاد اللي هي صفر ومعايا، وطالعه لحد فوق يبقى موجب ما لا نهايه. طبعا النوع وش زوجيه، متماثلة حول محورين محور الصدى، التماثل حول المستقيم ده اللي هو س يساوي صفر، الاطراد ايد الشمال هي في الجزء ده نازل، تناقصية من الشمال لحد الصفر، يعني تناقصية من سالب ما لا نهاية لحد الصفر مفتوح على طول، يبقى الفرع الثاني عكسه يبقى تزايدية من صفر الموجب ما لا نهاية. سبعة، 2 في القيمة المطلقة لسين ناقص 7 زائد 2 اتضربت في رقم أكبر من الواحد، يبقى ده برضه تمدد رأس. بس ما يشغلكش، أنا هاخد اللي جوه القوس أساويه بصفر، يبقى س ناقص 7 بيساوي صفر، يعني الس ب7، يبقى ده 7، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو 2، يبقى نقطة التماثل 7 و2 اللي هي النقطة دي. هبتدي أعمل المحاور الجديدة. أهي أدي واحدة وأدي واحدة، خلي بالك إن الربع الأول بقى الحتة الصغيرة دي، ده الربع الرابع، ده التاني، ده التالت. وصلت؟ وصلت. طيب الوقت الرسمة 7 لأن المعامل بتاع المقياس موجب. طيب في تمدد، يعني هي قريبة من الصاد الجديد، يعني لما تيجي ترسمها بكل بساطة حاول تخليها قريبة من الصاد، يعني مثلا ما تعمل فرع كده أهو، تعمل فرع تاني كده. ولو عايز إثبات، مش إثبات إن النقط صح، إن أنت عوض مثلا بكام؟ عوض يا عم برقم 8، هيبقى 8 ناقص 7 1، في 2 ب2، 2 زائد 2 ب4، يعني ال 8 ب4. بص يعني سبحان الله، والله انا لما رسمتها بالمنطق اللي هو التمدد جت عند ال 8 مع ال 4، فبالتالي على فكره ال 6 تطلع مع ال 4 برضه. ليه؟ ما هو 6 ناقص 7 سالب 1، القيمه المطلقه تخليها 1 في 2 ب2 زائد 2 ب4، فعشان كده بقول لك انت فهمت فكره التمدد، يبقى عرفت ان هي بتقرب، يبقى انت كده رسمتك مظبوطه. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبه لي 7 و2 المجال ده هتفضل تزيد سنه 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 لحد ما تاكل محور السناد كله، يبقى المجال حق. طب المدى؟ اقل نقطه هي لو رحت خبطت في الصاد ب2، يبقى من الاثنين ودي طالعه لحد فوق يبقى موجب ما لا نهايه، يبقى من الاثنين لحد الموجب ما لا نهايه. طبعا ده حصل لها ازاحه، يبقى النوع وليست متماثله حول السين ده اهي، المستقيم اللي معادلته س بيساوي 7. طب الاضطراد؟ ايد الشمال اهي، فالجزء ده تناقصيه، يبقى تناقصيه جاية من الشمال، يبقى من سالب ما لا نهاية لحد النقطة دي اللي هي اسقاطها عند السين 7، من سالب ما لا نهاية لحد السبعة مفتوح. الفرع الثاني بيبقى على طول عكسه، يبقى تزايدية من فين؟ من كان وقفت من السبعة لحد الموجب ما لا نهاية. خلاص؟ دي كل معلومات السؤال، وسؤال جميل جدا. 8، ها 5 ناقص 2 في س زائد الاثنين، يلا ده تمدد رأس برضه. خلاص بس الرسمة 8. هاخد اللي جوه المقياس اقول س زائد الاثنين بيساوي صفر، يبقى اذا الس بسالب 2، يبقى الس بسالب 2، العدد اللي بره زي ما هو اللي هو 5، يبقى نقطه التماثل سالب 2 و5 اللي هي النقطه الجميله دي. بعد كده يا باشمهندس هعمل ايه؟ هعمل محاور جديد بالشكل ده كده اهو، روعه الروعه. بعد كده هعمل ايه؟ الرسمه 8 يعني كده. ف 8 ممكن تقول لك ما تشغلنيش يا باشمهندس، انا اشغلني بس هي هتقطع الصاد فين وهريح دماغي، مش مهم هتنزل في السين فين. ماشي، هتقطع الصاد فين؟ حط السين بصفر، هيبقى 5 ناقص 4 1، يعني هي هتقطع الصاد عند الواحد اهي، يعني هي تيجي كده. خلي بالك كده من سالب 2 لواحد 3 وحدات، يبقى من سالب 2 لحد سالب 5 يبقى هي تيجي هنا. شوف
تقريبا، انا بقول لك تقريبا، احنا قلنا هتقطع الصاد فين؟ عند الواحد. لا ده احنا ما رسمناش عند الواحد اصلا، عملنا الواحد بتاع 60. كل ده والله ملوش لازمه، بس انا بقول لك يعني الدقه بتبقى عامله ازاي. لو انا راسمها كده عند الواحد فهي جت عند النص، يعني مش هتبقى 2 ونص، فسالب 2 و2 ونص يعني سالب 4 ونص تقريبا، فهي تبقى شكلها تقريبا عامل بالشكل ده. خلاص كلام جميل جدا وزي الفل. بعد كده يا باشمهندس المجال، طبعا دي واخد السينات كلها، يبقى ح. المدى دي جايه من تحت من سالب ما لا نهايه، اعلى نقطه لو رحت خبطت في الصاد ب 5، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد ال 5 مقفول. طب النوع حصل لها ازاحه، يبقى ليست وليست. التماثل ده اهو اللي هي السين حول المستقيم، سين بيساوي سالب 2. الاضطراد ايد الشمال اهي، فالجزء ده بيزيد، يبقى تزايديه، ودي جايه من الشمال من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي اسقاطها عند السين سالب 2. اكيد طالما تزايديه يبقى الفرع الثاني تناقصيه من السالب 2 لحد المجمع النهائي. خلاص دي كده كل معلومات المساله. السؤال اللي بعده 9، بيقول لي 1 ناقص نص س. هنا النص مضروب في السين، فالنص ده عدد. لما نقول ان القيمه المطلقه الالف بتبقى اكبر من الصفر واقل من الواحد، فده اسمه انكماش رأسي، يعني ده اللي هتبعد عن محور الصادات بالنسبه للمحاور الجديده بس. فانا بالنسبه لي عشان اجيب التماثل هاخد اللي جوه القوس اللي هو نص س ناقص الواحد بيساوي صفر، هودي دي يبقى النص س بيساوي 1، هضرب الطرفين في الاثنين يبقى السين ب2. يبقى اذا نقطه التماثل السين ب2 والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو 1، فنقطه التماثل 2 و1 اللي هي النقطه دي. بعد كده عند النقطة دي هعمل المحاور الجديدة بتاعتي، ادي محور وادي التاني. خلاص كلام جميل جدا، دي نقطة التماثل. الرسمة هتبقى 8 لأن المعامل سالب. طيب الوقت زي ما قلت لك ده انكماش، فهي هتبعد عن محور الصادات الجديد، يعني الرسمة هتوسع منك كده. طب يا باشمهندس هو أنا ممكن أجيب نقطة تقاطع مع السينات؟ أحط الصاد بصفر، فيبقى ده انت لو عايز دقة الرسم قلت لك ماشي. فيبقى بالنسبة لي القيمة المطلقة لنص س ناقص الواحد هوديها بالموجب يبقى بتساوي 1. يبقى لو خدت الحل الموجب يبقى نص س ناقص الواحد بيساوي 1، يبقى نص س بيساوي 2، يعني الس ب4. يعني هي لما اجي توسع يا باشمهندس بتبعد عن الصاد، فهي هتيجي فين؟ بص بص هتيجي عند الاربعه، فهترجع الاربعه زي ما قلت لك هي بتبعد عن الصاد. خلي بالك من 2 ل 4 يبقى الفرع الثاني جاي عند الصفر، ما هي بتبقى متماثله. فده شكل الرسم بتاعتنا بس من معلومه بسيطه انا جبتها. فانا كده بالنسبه لي رسمت الرسمه وصح ومليون 100% صح. خلاص؟ فكده المجال بالنسبه لي ح. المدى الرسمه دي جايه من تحت، يعني الجزء في مرسوم تحت، فسالب ما لا نهايه. اعلى نقطه اهي لو رحت خبطت في الصاد ب1، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد الواحد مقفول. طبعا ده حصل لها ازاحه، يبقى النوع ليست وليست. بعد كده التماثل حول ده المستقيم اللي معادلته س بيساوي 2. الاضطراد ايد الشمال اهو، فالجزء ده بيزيد، يبقى بالنسبه لي تزايديه من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي اسقاطها عند السين 2، والاضطراد مفتوح، يبقى الفرع الثاني على طول تناقصيه مكان ما وقفت من الاثنين لحد الموجب ما لا نهايه. خلاص ده السؤال رقم 9، تعال نشوف رقم 10. رقم 10 الشكل الغريب ده شكل اتعود عليه وخصوصا في حل معادلات القيمه المطلقه الدرس اللي جاي. جذر س تربيع ناقص 8 س زائد 16، اللي تحت الجذر ده مربع كامل، يعني دي كانها جذر س ناقص ال4 الكل تربيع، لان 4 تربيع ب16 و2 في الاول في الثاني بالسالب بسالب 8 س. خلي بالك ان الجذر بيشيل لك التربيع، بس طالما في تحت الجذر ده متغير اللي هو س، فبتحمي نفسك بالقيمه المطلقه، يعني دي عباره عن القيمه المطلقه لس ناقص ال4. فالمساله دي اتحولت للشكل ده، هاخد اللي جوه المقياس اساويه بالصفر، يعني س ناقص 4 بيساوي صفر، يبقى الس ب4، ومفيش عدد بره يبقى صفر. يبقى نقطه التماثل هي النقطه 4 وصفر اللي هي النقطه دي. لو انت عايز تعمل المحاور الجديده عندها هو محور واحد بس، لان الثاني هو يعتبر محور مين؟ محور السينات. خلاص حلو، والرسمه بتاعتك هتبقى 7 يعني مفتوحه لفوق. طيب الوقت الرسمه دي هتقطع الصاد فين؟ هتقطع الصاد لو انا حطيت السين بصفر، يبقى انا بالنسبه لي القيمه المطلقه لسالب 4 ب4، يبقى هي هتقطع الصاد عند ال4، يعني الرسمه هتبقى جايه كده.
هي جت منقطة. ماشي. ماشي يا عم، خلاص خلاص اهي، ادي الاربعة والفرع التاني عامل كده بس. وصلت؟ وصلت. ده شكل الرسمة بتاعتي. فيبقى بالنسبة لي المجال واخدة السينات كلها، المدى أقل نقطة لو رحت خبطت في الصاد هتلاقيها عند الصفر، يبقى من الصفر وطلع لحد فوق يبقى مجمع لا نهائي. طبعا ده حصل لها إزاحة، يبقى ليست وليست التماثل حول المستقيم اللي معادلته س بيساوي 4، الاضطراد الإيد الشمال هي الجزء ده نازل يبقى تناقصية. أنا جاي من الشمال يعني من سالب ما لا نهائي لحد النقطة دي اللي 4 وطبعا مفتوح، يبقى الفرع التاني على طول من غير ما أفكر تزايدية مكان ما وقفت اللي هو الأربعة لحد الموجب النهائي. خلاص؟ ده كده بالنسبة لي يا باشمهندس السؤال. يبقى احنا كده أعتقد ده آخر سؤال على جزء اللي هي فكرة دالة المقياس. خلاص؟ هنوقف الفيديو، هناخد بريك صغير، وبعد كده إن شاء الله هندخل على الجزء اللي بعده اللي هو الدالة الكسرية. طيب تعالى يلا يا باشمهندس نشوف السؤال الرابع بيقول لي ايه. بيقول لي استخدم منحنى الدالة د حيث دالة س عبارة عن 1/س، ده اللي هي الدالة الكسرية، ده نوع جديد، لتمثيل كل من الدوال، وعايز طبعا المجال والمدى والاضطراد والنوع ونقطة التماثل اللي هم الحاجات دي. خلاص كلام جميل جدا، تعالى نشوف يلا. بسم الله. هنا 1/س، هنا المقام ده مش مضايقه حاجة، هي س لما اساوي المقام بصفر فهتطلع بصفر، وباخد العدد اللي بره زي ما هو اللي هو 2، يبقى نقطة التماثل 0 و2 اللي هي النقطة دي. وعند النقطة هبتدي أعمل المحاور الجديدة، طبعا ده محور وأكيد المحور التاني هو هيبقى محور مين؟ محور الصادات، فده مفيش مشاكل. طالما معامل الكسر موجب يبقى أنا في الأول والتالت للمحاور الجديدة، ده الأول ده التاني الجزء ده التالت الجزء ده الرابع. فالأول والتالت ورسمة الدالة الكسرية بتبقى عاملة بالشكل ده كده، قلنا بتقرب من المحاور بس ما بتلمسهاش. يبقى ده شكل الرسمة بتاعتي. يلا المجال والمدى هنا سهل جدا جدا. ليه؟ بص المجال بيبقى ح ما عدا الرقم اللي في السين اللي هو صفر، والمدى ح ما عدا الرقم اللي في الصاد اللي هو 2. ليه؟ لان لو جيت بصيت على الرسمه هتلاقيها واخده محور السينات كله ما عدا الخط اللي في النص ده اللي هو جاي عند س بصفر. طب المدى هتلاقيها واخده محور الصادات كله ما عدا الرقم اللي جنب عند الصاد ده 2، فدي سهوله الداله الكسريه. طب النوع دي حصل لها ازاحه، يبقى هي ليست وليست، فدي شبه التكعبيه، هتفضل ليست وليست الا لو نقطه التماثل هي نقطه الاصل. طبعا التماثل مش موجود، وعشان كده مش هتلاقي طلبك منك، هو طلب منك نقطه التماثل بس اللي هي اول واحده، لان مفيش خط هنا اللي فوق شبه اللي تحت او اليمين شبه الشمال. طب الاضطراب ركز معايا، ايد الشمال اهي فالجزء ده نازل، وهي بتبقى زي التكعبيه، يا اما كلها تناقصيه يا اما كلها تزايديه. فهنا الجزء ده نازل يبقى تناقصي، الجزء ده جاي من الشمال يبقى من سالب ما لا نهايه. طبعا لحد الخط بتاع السين ده اللي هو الصفر مفتوح، وبعدين الفرع الثاني برضه نازل فتناقصيه برضه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه. في ناس بتكتب تناقصيه على مجالها مفيش مشكله خالص. خلاص دي كده كل البيانات المطلوبه. رقم 2 بيقول لي ر س عباره عن سالب 1/s + 2، يعني احنا ممكن نكتبها سالب اهو طلعته بره، وادي 1/s + 2 هساوي المقام بصفر، يعني س زائد الاثنين بتساوي صفر، يبقى السين بسالب 2، يبقى نقطه التماثل السين بسالب 2، والعدد اللي بره زي ما هو ما فيش عدد بره يبقى صفر، يبقى نقطه التماثل سالب 2 وصفر اللي هي النقطه دي. وعند النقطه دي يا باشمهندس هعمل المحاور الجديده. يلا بينا. يلا طبعا المحور ده اللي هو هيبقى نفسه السينات، والمحور ده اللي هو كده، فده الاول ده الثاني ده الثالث ده الرابع. طيب هنا معامل الكسر سالب، يبقى في الثاني والرابع للمحاور الجديد، فده الربع الثاني الجديد وده الربع الرابع الجديد. فقلت لك المجال والمدى سهل جدا. ازاي؟ المجال ح مع عدا الرقم اللي في السين اللي هو سالب 2، والمدى الح مع عدا الرقم اللي في الصاد اللي هو صفر. من غير ما ابص على الرسمه عايز تتاكد هتلاقي السالب 2 اهو الداله ما بتلمس، وعند الصفر في الصاد الداله ما بتلمس. طبعا النوع قلت لك ده حصل لها ازاحه، يبقى ليست وليست، وطبعا ملهاش تماثل مفيش متماثل حول مستقيم، الاضطراد ايد الشمال اهي فبتزيد، فهي بتبقى ميزتها ان هي بتبقى تزايديه كلها او تناقصيه كلها، فتزايديه من سالب ما لا نهايه لحد الرقم اللي في السين اللي هو سالب 2، وبعدين برضه من سالب 2 لحد موجب ما لا نهايه من غير ما تبص.
لان لو جيت الجزء ده برضه بيزيد معاه، يبقى هي من سالب ما لا نهايه لسالب 2 ومن سالب 2 لحد الموجب ما لا نهايه. رقم 3، يلا 1 على س ناقص ال2 زائد ال3، هساوي المقام بصفر، يبقى س ناقص ال2 بيساوي صفر ومنها الس بيساوي 2، يبقى التماثل الس ب2 والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو 3، يبقى نقطة التماثل 2 و3 اللي هي النقطة دي. وعند النقطة دي يا باشمهندس هعمل لك المحاور الجديد، ادي واحد وادي التاني اهو، كلام جميل. هنا معامل الكسر الموجب، يبقى انا في الاول والتالت بالنسبة للمحاور الجديدة اهي، ده شكلها، ده شكل الرسمة بتاعتنا. يلا المجال ح ما عدا الرقم اللي في السين اللي هو 2، طب المدى ح ما عدا الرقم اللي في الصاد اللي هو 3، النوع حصل لها ازاحه ليست وليست من غير ما تفكر اصلا، ليست وليست، ملهاش نقطه تماثل، الاضطراد طالما موجب فاعرف ان هي تناقصيه. المهم ايد الشمال اهي فتناقصيه، وبتبقى كلها تناقصيه من السالب ما لا نهايه لحد الرقم اللي في السين اللي هو 2، وبعد كده برضه تناقصيه من الاثنين لحد الموجب ما لا نهايه. فعلا هتلاقي الجزء ده برضه عمال بينقص، وانت كده عرفت الفكره. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 4، خلي بالك منه. بيقول لي ر س بتساوي 1 على 4 ناقص س ناقص 3. دي ثعبانيه شبه الداله التكعيبيه، لما تلاقي سالب س اعرف ان في مشكله، في التربيعيه والمقاسمه ما بيفرقش لانه بياكلوا السالب، تمام؟ هنا لو انت صوت المقام بصفر على طول وجيت رسمت هترسم في الاول والثالث، هتقول لي معامل الكسر الموجب، لا. فانا هنا لازم اخد سالب عامل مشترك في المقام، يعني دي بتساوي 1 ادي 1 على، لما اخد السالب عامل مشترك فالسالب س تبقى س والموجب 4 تبقى سالب 4، الكلام ده ناقص 3. لو طلعت السالب ده بره الكسر يبقى كانها سالب 1 على س ناقص ال 4 ناقص ال 3، فده اصبحت هتتقسم ثاني ورابع لان معامل الكسر ايه؟ سالب. طبعا هتساوي المقام بصفر يبقى س ناقص ال 4 بيساوي صفر، ده هتروح يبقى الس ب 4، كلام جميل جدا. يبقى نقطة التماثل الس ب4 والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو سالب 3. طبعا المجال ح ما عدا العدد اللي في السين من قبل ما ارسم، والمدى هو ح ما عدا العدد اللي في الصاد اللي هي سالب 3. خلاص؟ طيب بص معايا، هنجيب النقطة 4 وسالب 3، 4 وسالب 3 اللي هي النقطة دي. وهنبتدي عند النقطة دي نرسم المحاور الجديدة بالشكل ده كده. خلاص؟ كلام جميل قوي وزي الفل. طبعا هنا معامل الكسر السالب، يبقى انت هترسم تاني ورابع للمحاور الجديده، ده التاني للمحاور الجديده وده الرابع للمحاور الجديده، فده شكل الرسمه بتاعتنا. طبعا احنا جبنا المجال فعلا ح ما عدا الاربعه والمدى ح ما عدا السالب 3، قلنا النوع طالما حصل لها ازاحه يبقى ليست وليست، ملهاش تماثل يعني مش متماثله حول المستقيم معادلته كذا. الاضطراد ايد الشمال اهو، فالجزء ده بيزيد يبقى تزايديه من السالب ما لا نهايه لحد الرقم اللي في السين اللي هو 4، وتزايديه برضه من الاربعه لحد الموجب ما لا نهايه، قلنا دي بنعرفها بسرعه يا باشمهندس في الداله الكسريه. السؤال اللي بعده رقم 5، ركز بقى. هنا بيقول لي ر س عباره عن س ناقص 3 على س ناقص 2. في مشكله، ايه هي؟ ده الكسر ده مش على الشكل اللي انا عارفه، يبقى لازم اخليه على الشكل اللي انا عارفه. قلت لك لازم تخلي البسط شبه المقام، هتعمل ايه؟ ادي المقام س ناقص 2، فانا هخلي في البسط برضه س ناقص ال 2. تقول لي ماشي يا باشمهندس، بس دي سالب 3، طب ما تحط سالب 1. بجد؟ اه، ما هو سالب 2 وسالب 1 يعني سالب 3. بعد كده هوزع البسط على المقام ازاي؟ س ناقص 2 على س ناقص 2 ب 1 ناقص 1 على س ناقص ال 2. عملت ايه؟ انا خدت الس ناقص 2 مع الس ناقص 2 اديت لي 1، وخدت السالب 1 على الس ناقص 2 فاديت لي الشكل ده، فده اصبح الشكل اللي انا عارفه. احنا برضو ممكن نكتبها سالب 1 على س ناقص ال 2 زائد ال 1، ما هي دي هي دي بالظبط، كلام جميل. هنا هساوي المقام بالصفر، يعني س ناقص 2 بيساوي صفر، تطلع الس ب 2، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو 1. يلا المجال ح ما عدا العدد اللي في السين اللي هو 2، والمدى ح ما عدا العدد اللي في الصاد اللي هو 1. خلاص؟ طيب نقطه التماثل هي 2 و1 اللي هي النقطه دي، وبعدين نبتدي نعمل المحاور الجديده عندها بالشكل ده كده اهو. خلاص؟ كلام جميل جدا. بعد كده يا باشمهندس معامل الكسر سالب، يبقى انت في الثاني والرابع للمحاور الجديده، فادي الثاني وادي الرابع، يبقى ده شكل الداله بتاعتنا، كلام جميل جدا. طبعا النوع قلنا دي حصل لها ازاحه يبقى ليست
وليست، كلام جميل، طبعا ملهاش نقطة تماثل الا اضطراد. ايد الشمال هيبقى تزايدية، يبقى تزايدية من سالب ما لا نهاية لحد العدد اللي في السين اللي هو 2، وبرضه تزايدية من الاتنين لحد الموجب ما لا نهاية. يبقى أنا بالنسبة لي كده بحثت الدالة. السؤال اللي بعده رقم 6، يلا بيقول لي إيه؟ بيقول لي 2 سين على سين زائد الواحد، نفس الفكرة. هنا يا باشمهندس أنا لازم أخلي البسط شبه المقام، أخليه إزاي؟ بص معايا، أنت عندك في المقام إيه؟ سين زائد الواحد، فلازم في البسط سين زائد الواحد، حلو. هتقول لي ده معامل السين في البسط 2، يبقى لازم أضرب هنا في 2. خلي بالك القوس ده لما تضربه في 2 المفروض هيدي لي 2 سين زائد الـ2، ده في البسط. أنا عايزها 2 سين بس، يبقى هطرح 2 بس، يبقى أنت كده جبت الخدعة. وفعلا لو فكيت الكلام ده في البسط هيطلع لك 2 سين، كلام جميل جدا. بعد كده هتعمل ايه؟ هوزع البسط على المقام، 2 في سين زائد 1 على سين زائد 1 ب2، ويفضل لي سالب الـ2 على سين زائد 1، ادي 2 على سين زائد 1 اللي احنا ممكن نكتبها سالب 2 على سين زائد 1 والموجب 2 اهي بس. وطبعا هساوي المقام بالصفر، يبقى سين زائد 1 بيساوي صفر، يبقى السين بسالب 1، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو موجب 2، يبقى المجال ح ما عدا العدد اللي في السين سالب 1، والمدى ح ما عدا العدد اللي في الصاد اللي هو 2. خلاص، خلي بالك ان الداله دي فيها تمدد راسي لان مضروبه في 2 والعدد ده اكبر من الواحد، وده شرحناه كتير. خلاص، اول حاجه نقطه التماثل سالب 1 و2 اللي هي النقطه دي. خلاص، بعد كده يا باشمهندس هنرسم محاورين جديده. يا باشمهندس بفضل الله، يلا. وبعد كده معامل الكسر سالب، يبقى انا في الثاني والرابع. التمدد قلنا بترفع وبتطوى، يعني الاثنين دي بتخليها رفيعه وتقرب، مش الدرجه دي يعني، وتقرب من محور الصادات اكتر. هي بص انت رسمت اي حاجه صح، بس انا بفهمك موضوع التمدد بتاع الاثنين ده، فده يعني تقريبا شكلها. خلاص، كلام جميل جدا. طبعا النوع قلنا ده حصل لها ازاحه، يبقى ليست وليست، قلنا ملهاش نقطة تماثل، أي ملهاش معادلة تماثل الاضطراد. إيد الشمال أهي، فالجزء ده بيزيد، يبقى تزايدية. منين؟ من سالب ما لا نهاية لحد العدد اللي في السين سالب 1، وبرضه من العدد اللي هو سالب 1 لحد الموجب ما لا نهاية، لأن الفرعين بيزيدوا يا إما الفرعين بنقصوا، يبقى أنا كده جبت كل حاجة في السؤال. السؤال رقم 7 بنفس الطريقة ونفس الفكرة. أنا عايز دلوقتي البسط ده شبه المقام، ماشي يا باشمهندس. انا عندي دلوقتي في المقام س ناقص 2، فلازم يبقى في البسط س ناقص الـ2. طب السين مضروبه في 3، فادي 3. طيب تعالى نضرب القوس ونشوف محتاجين ايه. 3 في س ب 3 س، 3 في سالب 2 بسالب 6. دي سالب 6 انا عايزها سالب 5، يبقى هزود كام؟ هزود 1. فعلا لو جيت فكيت القوس هيديني نفس الكلام ده، تمام. بعد كده هوزع البسط على المقام، يلا. 3 على س ناقص 2 على س ناقص 2 يبقى 3، زائد 1 على س ناقص الـ2، 1 على س ناقص الـ2. وطبعا دي بقت سهله جدا، يلا. هساوي المقام بالصفر، فاقول س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى اذا السين ب2، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو 3. يبقى المجال ح ما عدا العدد اللي في السين اللي هو 2، والمدى ح ما عدا العدد اللي في الصاد اللي هو 3. خلاص؟ طيب، نقطة التماثل احنا قلنا 2 و3 اللي هي النقطة دي. بعد كده يا باشمهندس هبتدي أعمل المحاور الجديدة عندها بالشكل اللي انت شايفه ده كده. بعد كده معامل الكسر المرادي موجب، يبقى انا في الاول والثالث للمحاور الجديده، ادي الاول وادي الثالث للمحاور الجديده، ده شكل الرسمه. طبعا ده حصل لها ازاحه، فنفس الكلام ليست وليست، طبعا ما لهاش معادله محور تماثل الاضطراد. ايد الشمال اهو، فالجزء ده بينقص، يبقى تناقصيه. من الشمال يعني من سالب ما لا نهايه لحد العدد بتاع السين اللي هو 2، ومن العدد بتاع السين اللي هو 2 لحد الموجب ما لا نهايه، ده الفرق الثاني. خلاص، كلام جميل جدا. تعال نشوف رقم 8. رقم 8 بنفس الطريقه والاسلوب، يلا. س ناقص 1 على س تربيع ناقص 1. بص ركز بقى معايا عشان دي فيها تركايه جميله. الاول انا مش عارف اخلي البسط شبه المقام لان دي س تربيع، ده كانت الاثنين س فتمام. فهنا الفكره ان انا احلل المقام فرق ما بين مربعين، يبقى س ناقص 1 في س زائد 1. وطبعا البسط بالنسبه لي س ناقص 1، حلو.
بعد كده هشيل دي مع دي فيفضل لي 1 على س زائد 1 وده شكل انا عارفه. بس خلي بالك ان دي في الاصل داله كسريه فمجالها ح ما عدا اصفار المقام. يعني انا لو جيت اقول لك الغلطه فين؟ هساوي المقام بالصفر فس زائد 1 بيساوي صفر يبقى سالب 1. واخد العدد اللي بره ما فيش عدد بره يعني تخيل ان هي زائد صفر يبقى صفر. فالمفروض المجال ح ما عدا السالب 1 غلط. ليه؟ لان هي في الاساس ما كانتش س زائد 1 ده هي كانت س ناقص 1 س زائد 1. فالمجال ح ما عدا اصفار المقام السالب 1 والموجب 1. خلي بالك من دي لانها مهمه جدا. خلاص عشان الناس اللي بتحفظ عشان كده قلت بلاش نحفظها. تمام. يبقى المجال ح ما عدا اصفار المقام بتاع الداله الاساسيه ح من السالب 1 ل1. انما المدى ح ما عدا الصفر عادي جدا. وممكن يظهر قيمه ما خلي بالك المفروض ان انا بص بسم الله. انت عارف الارقام دي منين؟ دي من التعويض. انا لو عوضت بواحد فواحد ناقص واحد صفر. فيبقى بالنسبه لي صفر على اي حاجه بصفر. فلو عوضت فوق بسالب واحد فتبقى سالب واحد وسالب واحد سالب اتنين على سالب واحد تربيع اللي هو واحد ناقص واحد. هتقول لي يا باشمهندس ده غير معرف. خلاص يبقى تصبر على المدى لحد ما ترسم. انا بعلمك تمشي خطوات المساله ازاي. كلام جميل. المهم قلنا نقطه التماثل كام؟ سالب واحد وصفر اللي هي النقطه دي. طبعا عامل المحورين واحد منهم السينات والتاني منهم اللي هو ده. كلام جميل جدا. طيب الوقت معامل الكسر ايه يا باشمهندس؟ معامل الكسر موجب يبقى انا في الاول والتالت بتاع المحاور الجديده كده. بس خلي بالك ان مجالك ح ما عدا السالب واحد والواحد. السالب واحد الخط منقط اهو. طب الواحد يبقى انا المفروض الداله عند النقطه واحد. لما س بواحد الرقم ده مفتوح. لازم. وخلي بالك ان الداله قلت لك الداله الكسريه هو المنحنى بيفضل يقل 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 يعني بيفضل ينزل كده. فالنقطه دي مفيش تحتها حاجه يعني مفيش نقطه جنبها. كل النقط عماله تنزل. انت بتقول لي كده ليه؟ عشان اعرفك ان الواحد ده قصاد المدى بتاعه هيبقى فيه رقم. احنا كده كده قلنا المجال ح ما عدا مين؟ ها؟ المدى معذره ح ما عدا احنا قلنا التماثل سالب واحد وصفر اللي هي النقطه دي. يبقى المفروض ح ما عدا الصفر صح؟ لان الخط ده اسقاطه على الصف صفر. انما الواحد ده بقى عايز اجيب له رقم. فهنا الواحد جاي قصاد حاجه. تمام؟ فاعوض او اجيب داله الواحد. طب ما هنا اما اجيب داله الواحد في الشكل اللي طلع ده فيبقى عباره عن واحد على واحد زائد واحد يبقى اتنين. فداله الواحد بنص يبقى ح ما عدا الصفر والنص. وده سؤال جميل جدا جدا ومميز. ما تقوليش ده في نقط ثانيه فمش هاخدها. لا لازم يا باشمهندس اعوض في الداله دي. وصلت؟ وصلت. وفعلا انت لو عوضت يا باشمهندس هنا بواحد هيطلع بالنسبه لي بكام؟ هيطلع بالنسبه لي بنص. طيب يبقى النقطة دي مفتوحة يعني الأزرق ده أنا مش عامله هباء. لا ده دي نقطة مفتوحة لازم تبقى في الرسمة. وصلت؟ أهو يعني أنا لو مسحت الجزء ده كده بالراحة أهو خلاص. فالمفروض عند الواحد النقطة دي مفتوحة وبتكمل الرسم. فده شكل الرسمة الصح بتاعتي لأن المجال ح ما عدا السالب واحد والواحد. السالب واحد كده كده الخط منقط إنما الواحد نقطة مفتوحة. لما رحت خبطت في الصد جت عند النص. فده مهم جدا جدا. خلاص كلام جميل. وقلنا المنحنى مفيش نقطة جنب التانية يعني ما تقوليش ده في نقط مغطية. لا ده المنحنى ده المفروض ينزل لتحت. طيب النوع طبعا ليست كلام جميل جدا. التماثل قلنا ملهاش معادلة في محور التماثل. الاطراد ركز بقى عشان الاطراد هنا يتقسم. ايد الشمال اهي فتناقصية. يبقى بالنسبة لي تناقصية من سالب ما لا نهاية لحد العدد اللي انا واقف عنده سالب واحد. المرة دي بقى أنا همشي من سالب واحد لحد النقطة دي اللي هي لو نزلت عند السين بواحد ومن سالب واحد لواحد. وبعد كده بقى من الواحد لحد الموجب ما لا نهاية. كل ده بينقص خلاص لأن ده نازل وده برضه بالنسبة لي نازل. يبقى هي تنقصية في الثلاث فترات. ده سؤال مهم جدا جدا. طيب السؤال رقم 5 بيقول لي اكتب قاعدة الدالة الممثلة بيانيا في كل من الأشكال الآتية. طبعا ده خط فدي دالة إيه؟ دالة خطية. الضالة الخطية كنت بجيب معادلتها ازاي؟ كنت بقول ص بتساوي م س زائد الج. الميم اللي هي الميل والجيم طوله جزء المقطوع من محور الصدارة. طيب هجيب الميل ازاي؟ كذا طريقة ازاي؟ دلوقتي ممكن انا عارف ان ده مثلث قايم صح؟ فالزاوية ده اهي بتساوي الزاوية ده اهي بالتبادل. ما هو الميل ظل الزاوية اللي بصنعها على المستقيم على الاتجاه الموجب لمحور مين؟ لمحور السينات اللي هي الزاوية دي. فانا لو سميت دي سيتا خلاص
يبقى دي برضو بالنسبة لي سيتا. فلو جيت اجيب ذا سيتا هي عبارة عن مقابل على مجاور، فتلاقي المقابل باتنين والمجاور باتنين، يبقى ذا سيتا بيساوي المقابل اللي هو اتنين على المجاور اتنين بواحد، شفت تاني واحد، يبقى السيتا ب45. خلاص. فطبعا انا يهمني ذا سيتا، يعني ذا سيتا دي هي المين اللي هي طلعت بواحد، ما يهمنيش الزاوية. يبقى المعادلة بتاعتي هي ص بتساوي ميم س، يعني واحد في س بس، زائد الجيم هي قطع محور الصلاة عند سالب اتنين، يبقى ناقص اتنين. فدي المعادلة، دي شغل تالتة إعدادي، إن المعادلة دي ص بتساوي س ناقص اتنين. مش مهندس اتأكد لي كده، لو حطيت الس باتنين تطلع بصفر، لو حطيت الص بصفر تطلع الس بموجب اتنين، وصلت؟ يعني هي بتعدي باتنين وصفر، لو حطيت الس بصفر تطلع بسالب اتنين. لو جبت اي نقطه تانية، يعني عندي التلاتة بواحد، ما هو 3 ناقص 2 بواحد، يبقى ده كده قاعده الداله بتاعتي. خلاص. طبعا لها طريقه تانية، طبعا، ان انا هي بتعدي بالنقطه دي اللي هي 2 و0، وبتعدي بالنقطه دي اللي هي 0 وسالب 2، فهجيب الميل عباره عن دلتا ص على دلتا س، فرق الصادات على فرق السينات، يعني 0 ناقص ناقص 2 يبقى 0 زائد ال 2 على 2 ناقص 0 تطلع برضه بواحد، يبقى الميل بواحد. لا اكتر من طريقه يا باشمهندس. خلاص. اللي يهمنا اللي جايين دول، ده اللي ايه، ده اللي تربيعيه. هجيب نقطه التماسك او نقطه راس المنحنى اللي هي دي، لو رحت خبطت في السين تلاقيها عند السالب 2، لو رحت خبطت في الصاد هتلاقيها عند السالب 3. يلا. فيبقى داله س بتساوي دي داله تربيعيه، احداث الصاد بينزل زي ما هو، دي سالب 3، والسين بتتعكس، يعني هي بدل ما هي سالب 2 تبقى موجب 2، يبقى س زائد 2 كل تربيع ناقص 3. طيب رقم 3 يا باشمهندس، يلا نفس الطريقه. يلا. ها، دي نقطه التماثل اهي، صح؟ انزل اخبط في السين كده بواحد، روح اخبط في الصاد كده باثنين، واحد واثنين. بس خلي بالك الرسمه هنا كانت 7 فالقوس موجب، هنا الرسمه 8 فالقوس سالب، يعني داله س اهي، بص بص بص، في سالب اهو، قوس تربيع، الصاد زي ما هي موجب 2، السين اعكسها، س ناقص 1، دي مهمه قوي، عايز تكتبها 2 ناقص س ناقص الواحد وكل تربيع، صح؟ بس دي الصيغه اللي انت متعود عليها، ففكره ان الداله فيها انعكاس ولا لا لازم تبقى عارفها. 3، دي داله ايه؟ داله تكعيبيه، دي نقطه التماثل بتاعتها. خلي بالك في حاجه، انت لو راسم لها المحاور الجديده فده محور اهو، خلي بالك، وده محور، صح؟ فدي تعتبر مرسومه في الاول والتالت، يعني موجب يعني. طيب نقطة التماثل دي كام؟ السين باتنين والصاد بصفر، دي سهل، دالة س بتساوي دي حاجة أس 3، طبعا زائد صفر لما أنا بكتب الصاد بره، يعني دي زائد صفر ملوش لازمة خالص، والاتنين بعكسها يبقى س ناقص الاتنين الكل تكعيب. خلاص؟ طبعا قلت لك الصفر ملوش لازمة. طب هنا نقطة التماثل أهي، خلاص؟ حلو جدا. لو أنا قمت جاي عامل عندها المحاول الجديدة بالشكل ده كده أهو، هتلاقيه راسم في الأول والتالت بتاعة المحاول الجديدة. طب النقطة دي كام؟ لو رحت خبطت في السين هتلاقيها عند السالب 1 وعند الصاد بسالب 3، يبقى دي عبارة عن دالة س بيساوي، خلي بالك، طبعا الاتنين مرسومين في الأول والتالت، يعني الاتنين موجبين عادي جدا، أدي حاجة تكعيب، بعكس إشارة السين يبقى س زائد 1، وباخد الصاد زي ما هي يبقى سالب 3. حلو؟ حلو أوي. طب هنا مقياس والفوق يبقى موجب، يعني دي نقطة التماسك، اخبط في السين ب2، روح اخبط في الصاد بسالب 3. كلام جميل. دالة س بتساوي، ده مقياس، مقياس، اعكس الس جوه المقياس يبقى س سالب 2 لان هنا موجب 2، والصاد زي ما هي يبقى سالب 3، يبقى دي كده الداله بتاعتنا. السؤال رقم 7، ده مقياس برضه بس 8، يعني قبل المقياس سالب، خلي بالك، انزل اخبط في السين روح اخبط في الصاد، خبطت في السين بواحد الصاد ب3، يبقى دالة الس، وطالما الرسمه 8 فدي سالب وده المقياس اهو، بعكس السين يبقى س ناقص 1، باخد الصاد زي ما هي يبقى موجب 3. ماشي، مفيش ابسط ولا اسهل من كده. دي داله كسريه، صح؟ دي نقطه التماثل اللي هي 0 و2، ودي مرسومه في الاول والثالث للمحاور الجديده، يعني بالموجب، فداله س بتساوي، طبعا طالما 0 يبقى السين مش مضايقه حاجه، 1 على س، والاثنين دي بره زي ما هي يبقى دي 1 على س زائد 2. كلام جميل. طب دي داله كسريه، نقطه التماثل اهي، لو رحت خبطت في السين تطلع بسالب 2، رحت خبطت في الصاد بسالب 2، بس خلي بالك دي مرسومه في الثاني والرابع، يبقى شرط الكسر سالب، يعني في سالب، السين عكسها يبقى س زائد ال 2 في المقام طبعا، وخد الصاد زي ما هي يبقى سالب 2. خلاص. فدي فكره السؤال، هي مهمه وسهله بس محتاجه تركيز،
اعرف الداله حصل لها انعكاس ولا لا، يعني في اشاره سالب ولا لا، اعرف نقطه راس المنحنى، الموضوع بقى سهل خالص. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. سؤال رقم 6 بيقول لي ايه بقى، ركز معايا، بيقول لي اذا كان دال و ر و ق و ن دول 3 دوال، ماشي، دوله حقيقيه، دال بكذا و ر بكذا و ق بكذا و ن بكذا، فمثل كل من الدوال دي موضحه ان المجال والمدى بس. بيقول لي داله 1 س بتساوي دال س زائد 1، يعني نروح للداله اللي اسمها دال اللي هي س تربيع، وشيل كل س وحط س زائد 1، فتصبح س زائد 1 الكل تربيع. بعد كده هجيب نقطه التماثل، نقطه التماثل هقول س زائد 1 بيساوي 0، يبقى الس بسالب 1 والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو 0، لان انا هرسم، يبقى نقطه التماثل هي سالب 1 و0 اللي هي النقطه دي. بعد كده يا باشمهندس عند النقطه دي بعمل المحاور الجديده بتاعتي زي ما انت شايف، وبعدين الرسم بيبقى فين؟ طالما السين تربيع القوس موجب يبقى المنحنى 7 او مفتوح لاعلى، فيبقى المنحنى بالشكل ده كده. كلام جميل، انا كده رسمت، عايز مني المجال. يلا المجال هي واضح جدا ان هي واخده محور السينات كله، بحط طب المدى اقل نقطه هي، لو رحت خبطت في الصاد بصفر يبقى من الصفر، وطلع لحد فوق خالص يبقى الموجب ما لا نهايه، يبقى انا رسمتها وجبت المجال والمدى زي ما هو طالب مني باذن الله. طيب رقم 2 بيقول لي اذا كان د و ر و ق و ن دوله حقيقيه حيث داله س كذا وكذا وكذا، بيقول لي داله 2 س عباره عن داله س، يعني عباره عن داله س زي ما هي، يعني هي س تربيع ناقص الواحد. يلا هنا الس تربيع مش مضايقه حاجه، يبقى صفر، وباخد العدد اللي بره زي ما هو سالب 1، يبقى نقطة التماثل هي صفر وسالب 1، صفر وسالب 1 اللي هي النقطة دي. هنبتدي نعمل عندها المحاور الجديدة بالشكل ده كده، طبعًا المحور التاني هيبقى محور مين؟ محور الصادات. طبعًا هنا معامل الس تربيع موجب برضه، يبقى الرسمة مفتوحة لأعلى بالشكل ده كده. طبعًا المجال هي واخدة طبعًا محور السينات كله، يبقى المجال حق. المدى بالنسبة لي يا باشمهندس أقل نقطة عند الصاد سالب 1 وطالعة لحد فوق، يبقى من السالب 1 لحد الموجب ما لا نهايه. دي كده رقم 2. رقم 3 يا باشمهندس بيقول لي دال 3 س عباره عن 2 ناقص داله س ناقص 1. طيب ركز معايا، ادي ال 2 ناقص، شيل الداله اللي اسمها دال دي وشيل كل س وحط س ناقص 1، يعني هي عباره عن س ناقص الواحد الكل تربيع. نقطه التماثل هقول اللي جوه القوس س ناقص 1 بيساوي 0، يبقى الس بواحد والعدد اللي بره زي ما هو يبقى 2، يبقى نقطة التماثل هي 1 و2، 1 و2 يعني النقطة دي، وبناء عليه عند النقطة دي يا باشمهندس هبتدي أعمل المحاور الجديدة بالشكل اللي أنت شايفه ده كده، كلام جميل. وطبعا هنا بقى المرة دي معامل السين تربيع سالب، لأن قبل القوس سالب يبقى الرسمة مالها؟ الرسمة 8، فده شكل الرسمة. طبعا المجال هي برضه واخدة محور السينات كله، يبقى المجال حق. طب المدى دي جاية من تحت، وأعلى نقطة لو رحت خبطت في الصاد هتيجي عند الاتنين، يبقى من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين، والاثنين معايا، ويبقى احنا كده خلصنا دي. طيب اللي بعدها بيقول لي ر، يبقى خلي بالك انت المره دي هتروح للداله اللي اسمها ر. طيب اللي اسمها ر اهي اللي هي س تكعيب، فبيقول لي ر س ناقص 1، يعني شل كل س وحط مكانها س ناقص 1، وما تنساش ان هي تكعيب. هنجيب نقطه التماثل، اللي جوه القوس س ناقص 1 بيساوي 0، يبقى الس بواحد والعدد اللي بره ما فيش زي ما هو يبقى 0، يبقى نقطة التماثل 1 و0 اللي هي النقطة دي. بعد كده يا باشمهندس بعمل عندها طبعا المحاور الجديدة، أهو أدي 1 على السينات وأدي 1 تاني. طب دي دالة تكعيبية والمعامل بتاع القوس موجب، يبقى في الأول والتالت للمحاور الجديدة، فرسمتها بتبقى عاملة بالشكل ده كده. يبقى ده شكل الرسمة بتاعتنا. طبعا المجال هي واخدة محور السينات كله، يبقى المجال ح، وطبعا المدى برضه ح، لأن هي واخدة محور الصادات كله يا باشمهندس. خلاص دي سهلة جدا وبسيطة. رقم 4 برضو بيقول لي اشتغل في الدالة اللي اسمها ر، عبارة عن ايه؟ عبارة عن ر س، يعني نقلها زي ما هي اللي هي س تكعيب ناقص نص. طب نقطة التماثل، الس تكعيب مش مضايقة حاجة صفر، والعدد اللي بره زي ما هو يبقى سالب نص، يبقى نقطة التماثل هي صفر وسالب نص. صفر وسالب نص يعني في نص المسافة هنا قبل السالب 1 اللي هي النقطة دي. خلاص؟ فبعد كده هعمل المحاور اهي، واحد كده وواحد كده. كلام جميل جدا. طب الرسمه قلنا معامل الس تكعيب برضه موجب، يبقى في الاول والتالت للمحاور الجديده، يعني الرسمه عامله بالشكل ده كده. خلاص كلام جميل جدا. طبعا المجال هي واخده السينات كله، والمدى هي واخده الصادات كله، فنفس الوضع، المجال ح والمدى ح. خلاص هل فيها مشكله؟ هنشوف اللي بعده.
اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي ر 3 عباره عن ر س ناقص 1، يعني بيقول لي في الداله اللي اسمها ر شيل كل س وحط س ناقص 1، يبقى س ناقص الواحد الكل تكعيب زائد الاثنين. هساوي اللي جوه القوس بصفر، س ناقص 1 بيساوي صفر، يبقى س بواحد والعدد اللي بره زي ما هو باثنين. يبقى التماثل بتاعتي عند النقطه 1 و2 اللي هي النقطه دي. هبتدي اعمل المحاور الجديده زي ما احنا اتعلمنا كده يا باشمهندس اهو. بعد كده معامل السين تكعيب موجب، يبقى انا في الاول والثالث للمحاور الجديده، يعني الرسمه شكلتها كده او شكلها كده. طبعا دي واخده السينات كلها وواخده الصادات كلها، فبرضه مجالها والمدحه قلنا الداله التكعيبيه سهولتها في مجالها ومداها. السؤال اللي بعده يا باشمهندس هنا هيبتدي ينقل على الداله اللي اسمها قاف. قاف دي اللي هي داله المقياس، فبيقول لي عباره عن 2 في قاف س، ما قاف س اللي هي قيمه المقياس، يبقى 2 في المقياس. خلي بالك ده عدد اكبر من واحد، فده تمدد راسي، تمدد راسي يعني هتقرب من محور الصادات. خلاص؟ طيب طبعا نقطه التماثل هنا سهله جدا، صفر وصفر، لان دي داله اساسيه، لو سويت جوه القوس بصفر والعدد اللي بره صفر، فدي هنا. ولكن ده قلنا احنا عباره عن تمدد راسي، لان قلنا لو عوضنا عن السين بواحد تطلع باثنين، عن بسالب واحد تطلع باثنين، لو عوضنا باثنين تطلع باربعه، لو عوضنا بسالب اثنين برضه باربعه، فده اسمه ايه؟ زي ما قلت لك ده كده تمدد راسي. التمدد الراسي تلاقي ان الداله عماله تقرب من محور الصادات بالشكل ده كده. طبعا السالب واحد مع الاثنين والاثنين مع الاربعه احنا حطينا النقط غلط، بس معلش يعني بعتذر احطهم لك صح تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السالب واحد مع الاثنين النقطه دي، والسالب اثنين مع الاربعه اللي هي النقطه دي، ماشي؟ بغض النظر عن النقط قلنا النقط ما تلزمناش، ايوه ما ده التمدد، عماله تقرب من محور الصادات وترفع وتطول معاك. خلاص؟ طيب المجال طبعا هي واخده محور السينات كله في المجال ح، انما المدى بقى يا باشمهندس من النقطه دي اللي هي صفر وطلع لحد فوق، يعني من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه. اللي بعده رقم 8 بيقول لي قاف 2 س عباره عن نص قاف س، يعني نص في القيمه المطلقه لس ناقص 3. نقطه التماثل هساوي اللي جوه المقياس بصفر بصفر، العدد اللي بره زي ما هو سالب 3. يبقى نقطة التماثل هي صفر وسالب 3، يعني النقطة دي. هبتدي أعمل المحاور الجديدة يا باشمهندس بالشكل ده كده. آدي واحد وآدي التاني. خلاص؟ كلام جميل. بعد كده هنرسم، وخلي بالك الدالة دي حصل لها إيه؟ الدالة دي يا باشمهندس مضروبة في نص، وده عدد ما بين الصفر والواحد يعني انكماش. يعني الدالة بتبعد عن محور الصادات، ومعامل المقياس موجب، فهي بتبعد عن محور الصادات. يعني نفترض ان هي عامله بالشكل ده كده. خلاص؟ كلام جميل جدا. المجال هي واخده فعلا محور السينات كله، يبقى المجال ح. المدى اقل نقطه على الصاد اللي هي سالب 3 وطلع لحد فوق، يبقى لحد الموجب ما لا نهايه، يبقى من سالب 3 لحد الموجب ما لا نهايه. السؤال رقم 9. طيب هنا برضو شغال على الداله اللي اسمها قاف، ف2 في قاف س ناقص 1، ادي الاثنين ماليش دعوه بيها، ده التمدد. القاف دي هشيل كل س واحط س ناقص 1، يعني 2 في القيمه المطلقه لس ناقص 1. هساوي اللي جوه القيمه المطلقه بصفر، س ناقص 1 بيساوي صفر، يبقى س بواحد والعدد اللي بره زي ما هو صفر. يبقى نقطه التماثل هي 1 وصفر اللي هي النقطه دي. هنبتدي برضو نعمل هنا المحاور الجديده. ادي محور وادي الثاني. بعد كده يا باشمهندس هنبتدي نرسمها. طب ده مضروبه في 2، يعني ده تمدد راسي، تمدد راسي يعني بتقرب من محور الصادات. يعني بتبقى قريبه من الشكل ده كده. خلاص؟ كلام جميل جدا. طيب بعد كده المجال ح. المدى اقل نقطه لو رحت خبطت في الصب صفر، يعني من صفر لحد الموجب ما لا نهايه. خلاص؟ كلام جميل. تعال نشوف اللي بعده. رقم 10 هنا هيبتدي يدخل على الداله اللي اسمها نون، اللي هي الداله الكسريه. فبيقول لي نون س ناقص 2، يعني في الداله اللي اسمها نون شيل كل س وحط س ناقص 2، يعني 1 على س ناقص 2. طب نقطه التماثل اقول س ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى س ب 2 واخد العدد اللي بره زي ما هو، ما هو العدد اللي بره اللي هو صفر. يبقى نقطه التماثل 2 وصفر اللي هي النقطه دي. هنبتدي نعمل عندها المحاور الجديده يا باشمهندس. ادي محور وادي الثاني. دي داله كسريه والمعامل موجب، يبقى في الاول والثالث للمحاور الجديده. ادي الاول وادي الثالث. مجال والمدى ما فيش اسهل من كده. المجال ح ما عدا العدد اللي في السين اللي هو 2، والمدى ح ما عدا العدد اللي في الصاد اللي هو صفر. اتاكد لا واخده السينات كله ما عدا عند الاثنين، والصادات كله ما عدا الصفر.
السؤال اللي بعده بيقول لي نون سين ناقص الواحد. طيب نون سين زي ما هي، يعني واحد على السين ناقص الواحد. هنا المقام بيساوي صفر امتى؟ لما السين بصفر والعدد اللي بره زي ما هو سالب واحد، يبقى المجال ح ما عدا السين اللي هو ح ما عدا الصفر، والمدى ح ما عدا السالب واحد. خلاص. طيب نقطة تماس وصفر وسالب واحد اتفقنا اللي هي النقطة دي. هبتدي عند النقطة دي بعمل المحاور الجديدة بتاعتي، ادي واحد والتاني طبعا هيبقى محور الصادات. هنا معامل الكسر موجب، يبقى انا في الاول والتالت بتاع المحاور الجديدة، يعني ده شكلها وده المجال والمدى بكل بساطة. هتلاقي فعلا المجال كله ما عدا الصفر والمدى كله ما عدا الخط اللي جاي عند السالب واحد. السؤال اللي بعده رقم 12، بيقول لي نون 3 س 2 ناقص نون في س زائد 1، يعني 2 ناقص هشيل السين واحط مكانها س زائد 1 بالشكل ده كده. طيب نقطة التماس، هصور المقام بالصفر، س زائد 1 بيساوي صفر، يعني السين بسالب 1، واخد العدد اللي بره زي ما هو اللي هو 2، يبقى نقطة التماثل هي سالب 1 و2، سالب 1 و2 اللي هي النقطة دي. هبتدي يا باشمهندس أعمل عندها المحاور الجديدة بالشكل ده كده. أهو كلام جميل. خلي بالك هنا بقى إن معامل الكسر سالب، يبقى أنت في الربع الثاني والربع الرابع للمحاور الجديدة، فده شكل الرسمة. طيب المجال قلنا ح ما عدا العدد اللي في السين اللي هو سالب 1، والمدى ح ما عدا العدد اللي في الصاد اللي هو موجب 2، يبقى احنا كده خلصنا السؤال ده بكل افكاره، وسؤال اسهل من افكار السؤال اللي كان قبله، ولكن هو هنا بيعتمد على ايه؟ ان انت تعوض زي درس تركيب الدوال والعمليات على الدوال. خلاص؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ ركز معايا يا باشمهندس، السؤال اللي بعد كده رقم 7، بسم الله. هيبتدي هنا بقى جزء مهم جدا، الداله مجزاه للمجال، وخلي بالك. بيقول لي ارسم لي اول داله س تربيع زائد 1 وهي محصوره ما بين السالب 4 والصفر. خلي بالك ان دي داله تربيعيه وكمان محصوره ما بين فتره. بص الداله التربيعيه دي لو جبت له نقطه التماثل هتقول لي السين تربيع مش مضايقه حاجه، يبقى صفر، وباخد العدد اللي بره زي ما هو بواحد. يعني نقطه التماثل صفر وواحد اللي هي دي، بس في حاجه، هي هنا انا ما ينفعش مثلا معامل السين تربيع موجب واقوم راسمها كده كلها. او ممكن ارسمها كلها واخد اللي يخصني من الفتره اللي هو من سالب 4 لصفر، يعني دول قدامك الحلين. بس هنا الموضوع اسهل من كده. ازاي؟ مش انت محصور ما بين الصفر والسالب 4؟ اه، فعوض لي بسالب 4 وعوض لي يا عم بسالب 2 وعوض لي بصفر. هنا سالب 4 تربيع بكام؟ ب16 زائد 1 17، سالب 2 تربيع ب4 زائد 1 ب5، صفر تربيع ب0 زائد 1 ب1. يعني هي بتعد بصفر وواحد، وخلي بالك الصفر ما عندوش يساوي، يعني نقطة مفتوحة. يعني النقطة ده هي يا باشمهندس مفتوحة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم النقطة دي مفتوح. طب بتعدي بعد كده بسالب 2 و5، يعني النقطة دي، وبتعدي بعد كده بقى بسالب 4 و17. يعني بص الخط بتاع السالب 4 اهو، تعالى نمده كده لفوق 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 الخط ده كده مثلا اهو، فهو جاي بكام؟ جاي ب17. هفترض ان هو رقم كبير جدا جاي وطبعا مقفول، يبقى انا اللي انا هرسمه في الرسمه دي الجزء ده بس كده. بس ليه؟ لان مجالي لو نزلت خبطت في السين سالب 4 وهنا صفر والصفر مفتوح، يبقى انت فهمت انت بتعملها ازاي. طب الثانيه، يلا سالب س تربيع ناقص 1، لو جبت نقطه التماثل س تربيع مش مضايقه حاجه يبقى صفر، والصاد زي ما هي سالب 1، يعني صفر وسالب 1 اللي هي النقطه دي نقطه التماثل. هل بتمر بيها ولا لا؟ تعال نشوف، احنا هنعوض من صفر ل4، فتعال نعوض بصفر وباثنين وباربعه. صفر تربيع بصفر يفضل لك سالب 1، 2 تربيع ب4 وقبلها سالب يبقى سالب 5، يعني في سالب 1. 4 تربيع ب16 وقبلها سالب، سالب 16 وسالب 1 سالب 17. يعني الصفر وسالب 1 معايا نقطة مقفولة، و2 وسالب 5 معايا نقطة مقفولة، 4 وسالب 17. يعني بص لو صغرنا دي كمان شوية كده، فالخط بتاع الأربعة ده هنمده، فالمفروض إن هو هيجي عند نقطة سالب 17 وليكن هنا. خلاص، فده الكيرف الثاني اهو، ده شكل الرسم اصلا، ده شكل الرسم. هتقول لي شكلها كده، اه اقول لك شكلها كده، ايه المشكله؟ ما دي داله مجزاه المجال. يلا بينا. المدى، المدى في حلين ممكن نقسمه، ممكن نكتبه حاجه واحده. ازاي نقسمه ونكتبه حاجه واحده؟ يعني مثلا دي من الواحد مفتوح طالعه لحد فوق، بس الله يكرمك ما تقوليش لحد موجب ما لا نهايه، دي لحد ال 17، وخلي بالك دي كده لحد سالب 17. يبقى انا بالنسبه لي من واحد مفتوح لحد ال 17
اتحاد. لا ال 17 مقفولة، خلي بالك، لأن ال 17 السالب 4 عندها يساوي، يعني دي مقفولة. اتحاد تحت من السالب 17 دي لحد السالب 1، والاثنين معايا لأن الفترة اللي تحت كلها مقفولة، من سالب 17 لسالب 1. الطريقة التانية أنا ممكن أقول هي من سالب 17 لحد ال 17 أهو، من سالب 17 لحد ال 17 فرق الفترة اللي هي ما بين السالب واحد والواحد، بس خلي بالك الفرق بيعكس، يعني السالب واحد مقفول يبقى مفتوح، والواحد مفتوح يبقى مقفول. خلي بالك دي ممكن تجيلك في الاخت، يبقى يا اما اعملها بالطريقه اللي فوق يا اما اعملها بالطريقه اللي تحت. طب الاضطراد، ركز معايا، ايد الشمال اهو الجزء ده نازل، يبقى بالنسبه لي تناقصيه. خلي بالك الجزء ده النقطه دي لو نزلت خبطت في السين هتبقى جايه عند السالب 4، وهنا لو رحت خبطت في السين عند الصفر، سالب 4 لصفر، ما هو ده الاضطراد بتاع السين. حلو، ما الجزء ده برضه نازل يا باشمهندس، يبقى برضه تناقصيه من الصفر لحد النقطه دي، لو رحت خبطت في السين هتلاقي جايه عند الاربعه، يبقى هي تناقصيه في الفترتين دول. ده اللي مجزأة المجال مهمه جدا جدا، ترسمها صح تجيب البيانات دي صح. رقم 2، اسم منحنى الداله، واحده س ناقص واحد كل تكعيب، ودي سهل. التماثل هقوله اللي جوه القوس بيساوي صفر، س ناقص واحد بيساوي صفر، يبقى السين بواحد، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو الصفر، مفيش عدد بره، خلاص. فركز معايا، التماثل بتاعها واحد وصفر، واحد وصفر اللي هي النقطه دي، فانت المفروض الطبيعي بتعمل ايه؟ بقول لي انا شاطر يا باشمهندس، انا بعمل المحاول الجديده زي ما انت علمتني، اقول لك تمام. فانت المفروض تاخد الجزء اللي س اكبر من صفر. طب ما تيجي نرسمها ونشيل اللي احنا مش عايزينه. هتقول لي المعامل بتاعها موجب، يبقى هي في الاول والثالث للمحاول الجديده، يعني هي بص المفروض عامله بالشكل ده كده صح. تمام، هو قال لك س اكبر من او يساوي الصفر، يعني مجالها من الصفر لحد موجب ما لا نهايه. طب ما تيجي نشوف الصفر بكام، يعني داله الصفر بكام. فطبعا صفر ناقص واحد سالب واحد، سالب واحد تكعيب بسالب واحد، يعني هي المفروض بتعدي بسالب واحد، يعني انت الصح بتاعك ان انت طبعا هو هيفضل يمسح اللي فوق دول، ماشي معلش بس عشان الرسمه تطلع شكلها احسن حاجه، احنا ما عملناش حاجه غلط، انا بفهمك بس. بص تمام كده الرسمه دهيت كده، هتعدي بس عند السالب واحد. بص معايا، احنا قلنا س اكبر من او يساوي الصفر، فهجيب داله الصفر اللي هي طلعت بسالب واحد، يبقى انا اخري صفر وسالب واحد، صفر وسالب واحد، يعني النقطه دي اخري، ده اخري، ده اهي ده. ليه؟ لان انا عايز من اولها ولحد الجزء الموجب. يبقى انا يا باشمهندس مع السلامه مع السلامه مع السلامه لحد هنا، فهمت؟ ده شكل الرسمه بتاع ده الجزء او الفرع بتاع س ناقص واحد كل تكعيب لحد س اكبر من او يساوي الصفر. كلام جميل جدا. وبيقول لك سالب واحد، سالب واحد اللي هي داله ثابته لما الس اقل من الصفر. خلي بالك هتقول لي المفروض السالب واحد مفتوح، يعني هنا اعمل دايره مفتوحه، طب هي مقفوله، ما خلاص يا باشمهندس. طبعا الداله الثابته اهي، طبعا انا ليه عملتها كده؟ عشان يا باشمهندس هو قال لي في الجزء السالب، يعني س سالب واحد لما الس اقل من الصفر، يعني طول ما هي قصاد صاد السالب قيمتها سالب واحد، فده شكل الرسمه بتاعها. كلام جميل جدا. المدى، اقل نقطه على الصاد اللي هي سالب واحد، ودي طالعه لحد فوق، يعني من السالب واحد لحد الموجب ما لا نهايه. طب الاضطراد، هي ثابته في الجزء ده من سالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي اسقاطها عند الس صفر، يبقى ثابته من سالب ما لا نهايه لحد الصفر، اي ما هو ثابته لحد هنا، النقطه دي اسقاطها بكام؟ بصفر. بعد كده ايد الشمال اهي، فدي بتزيد، يبقى تزايديه من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، خلاص. ده برضه شكل مهم جدا جدا. اللي بعده بيقول لي س زائد واحد الكل تكعيب زائد 2 لما س اقل من او يساوي سالب واحد. بص هنجيب نقطة التماثل، هقول س زائد واحد بيساوي صفر، يعني السين بسالب واحد، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو 2، يبقى نقطة التماثل سالب واحد واتنين اللي هي النقطة دي. فالطبيعي والمعتاد إن أنا مش عايزين دي بقى، أعمل المحاور الجديدة عند النقطة دي بالشكل ده كده، ركز معايا الله يكرمك أهو، خلاص حلو جدا. بعد كده دي دالة إيه؟ دالة تكعيبية، فأنا المفروض يا باشمهندس هرسمها في الأول والتالت عشان المعامل موجب. بس تعالى طالما الس اقل من او يساوي سالب واحد نجيب داله السالب واحد. فسالب واحد زائد واحد صفر، صفر تكعيب بصفر زائد اتنين باتنين، يعني هي بتعدي بالنقطه سالب واحد باتنين، يعني بتعدي بالنقطه دي خلاص،
يبقى انا هرسمها طبيعي جدا جدا اهي كده 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 كده. طيب هو الوقت قال لك السين اقل من او يساوي سالب واحد، يعني خد الاقل من سالب واحد، يعني من اول السين بسالب واحد هنا. ببص السين بسالب واحد اهي، لو رحت خبطت في الرسمه هتلاقيها جايه عند النقطه دي، يبقى اذا النقطه دي اخرج والنقطه دي مقفوله بالشكل ده كده، وقال لك الاقل منها يعني الجزء ده، يبقى انا عايز الجزء ده ومش عايز اللي فوق ده خالص. يبقى انا بالنسبه لي اللي فوق ده اهو اهو بس كده مسحته، يبقى انا عايز الجزء ده من الرسمه اللي هو السين اقل من او يساوي سالب واحد، من السالب واحد لحد الاخر. طيب الجزء الثاني ده اللي كسريه، لو جبت نقطه التماثل اقول سين زائد واحد بيساوي صفر، يبقى السين بسالب واحد، واخده اللي بره زي ما هو يبقى بواحد. يبقى نقطه التماثل هي سالب واحد وواحد، خلي بالك سالب واحد وواحد هنا. طب همسح دي عشان بس تبان لك السالب واحد وواحد. بص معايا سالب واحد وواحد هنا، ودي نقطة التماثل، فدي اللي أنا هعمل عندها المحاور الجديدة كده وكده. لا إيه ده؟ سالب واحد وواحد مش دي، ده دي نفس المحاور دي. طيب ما تيجي نمسح المحاور القديمة عشان ما تتلخبطش. خلاص كلام جميل جدا. عملت ايه تاني؟ جبت نقطة التماثل بتاعت الدالة الكسرية سالب واحد واحد اللي هي بالنسبة لي النقطة دهي دهي دهي، وعملت عندها المحاور الجديدة، دي دالة كسرية صح؟ فالمفروض تترسم في الأول والثالث بالنسبة للمحاور الجديدة عشان يا باشمهندس المعامل بتاعك كسر موجب. بس هو بيقول لي السين أكبر من سالب واحد. خلي بالك سين أكبر من سالب واحد يعني عايز الجزء اللي في الجزء الموجب، يعني من سالب واحد لحد ال 100. فهي المفروض تترسم ازاي؟ هي المفروض تترسم هنا وهنا. الجزء ده الاقل من السالب واحد، انما ده الاكبر من سالب واحد، فهو عايز الاكبر من سالب واحد، يبقى ده شكل الرسم. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبه لي شكل الرسم ان انا هرسم الفرع اللي هنا بس، اللي هو بالشكل ده كده، طبعا بيقرب وما بيلمس، فده شكل الرسمه بتاعتي. كلام جميل، كلام جميل قوي. المدى يلا هتلاحظ ان هي واخده محور الصادات كله بجد والله، لان الجزء ده اهو والجزء ده نازل تحت الاثنين، يعني الاثنين بواحد، فده مغطي الكلام ده. هتقول لي الواحد مش معايا، اقول لك لا في نقطه مقفوله اهي. طب الاثنين مش معايا، لا في نقطه مقفوله اهي. يبقى المدى هنا ايه؟ ح. طب الاضطراد الجزء ده بيزيد، يبقى تزايديه من سالب ما لا نهايه لحد النقطه ده اهي اللي هي اسقاطها عند السين سالب واحد. خلي بالك الجزء ده بقى بينزل، بينزل تناقصيه من سالب واحد لحد الموجب ما لا نهايه اهو، وده بينزل من اول الخط ده لحد موجب ما لا نهايه. فده الداله مجزأة المجال مهمه جدا جدا يا باشمهندس. تعال نشوف اللي بعده. رقم 8 بيقول لي تبين الاشكال الاتيه منحنيات الدوال د وق فرع على الترتيب، اكتب قاعده الداله. ماشي خلي بالك دي انعكاسات، فانعكاسات يعني في مقياس، يعني الجزء السالب بيحصل له انه انعكاس في السناد. فانت بتعمل ايه؟ انت بتشتغل على الداله الاساسيه بالراحه خالص. الدالة الأساسية كان شكلها كده، يعني بص الدالة الأساسية كانت مرسومة اللي هو بالأزرق ده كده صح؟ كانت مرسومة كده. فدي نقطة التماثل، لو رحت خبطت في السين بتلاتة، رحت خبطت في الصاد بسالب واحد، يبقى دالة السين عبارة عن بعكس السين، يبقى سين ناقص تلاتة. طبعا دي رسم الدالة تربيعية، والعدد اللي بره زي ما هو سالب واحد. دي لو كانت في الوضع الطبيعي بتاعها صح؟ أيوه يا باشمهندس. طب أنت عملت إيه؟ قال لك انا عكست الجزء السالب. طالما عكست الجزء السالب يبقى انت يا باشمهندس حطيت الداله في مقياس. يعني ايه في مقياس؟ يعني قمت عامل كده بس. بس يبقى انا بجيب الداله الاساسيه ولقيته عكس الجزء السالب، يبقى هو حط مقياس، يبقى ده شكل الرسمه بتاعتي. طيب هنا الداله الاساسيه كانت كده صح؟ ايوه. فدي دالة تكعيبية ونقطة التماثل بتاعتها النقطة دي صفر وصفر، يعني دي عبارة عن دالة س بتساوي س تكعيب، دي الأساسية. طب هو عمل إيه ابن اللذينة ده؟ قال لك أنا الجزء اللي كان مرسوم في السالب ده رفعته فوق في الموجب، يعني خدت مقياس، يعني دالة س بتساوي القيمة المطلقة لس تكعيب. جميل جدا. دي دالة إيه؟ أنا عارفها دي يا باشمهندس، دي دالة كسرية والمحاور الجديدة اللي هو رسم حواليها اللي أنا عملته بالأصفر ده. هي المفروض تترسم في الربع الاول والربع التالي بتاع المحاور الجديده، ده المفروض. ونقطه التماثل ده هي اللي هي النقطه 2 وصفر، يعني داله السين هنا عباره عن 1 على س ناقص 2، ما انا بعكس اشاره ده، زائد صفر ملوش لازمه.
طب هو مش سايبها كده، لا ده هو عمل ايه؟ ده هو يا باشمهندس قام واخد الجزء اللي تحت في السالب اللي هو ده رفع فوق في الموجب، يعني خد ايه؟ خد مقياس بس. يبقى دي شكل المسائل بتاعتها. يبقى ده القيمه المطلقه لواحد على سين ناقص اتنين، ده القيمه المطلقه لسين تكعيب، ده القيمه المطلقه للشكل بتاعنا ده. ودي مسائل مهمه جدا جدا برضه. تعال نشوف السؤال اللي بعده، رقم 9. هنا رقم 9 بيقول لي اذا كانت داله سين عباره عن واحد على سين فارسم الاشكال اللي بين الاتين. القيمه المطلقه لداله السين، خلي بالك هو عايز رسم بس، مش عايز ولا مجال ولا مدى. بص معايا، يبقى دي كانها القيمه المطلقه داله سين اللي هي عباره عن واحد على سين. بص لما يجي لي قيمه مطلقه بعيد تعريفها، يعني داله السين بتساوي مره واحد وباخد، يعني باخد اللي جوه القيمه المطلقه بالموجب ومره بالسالب. بص بقى معايا، دي سين وسين اكبر من اقل من، اكبر من صفر المقياس. يعني ايه صفر المقياس ده يا باشمهندس؟ يعني انا اما اساوي المقياس ده بصفر امتى؟ فطبعا لما اساويها بصفر هتبقى السين بصفر، يعني هنا بصفر وهنا بصفر. طب احط اللي يساوي امتى؟ قال لك اللي يساوي طول ما السين في المقام، ما ينفعش احط يساوي لان لو المقام بصفر فما ينفعش. يبقى انا الرسمه بتاعت المقياس اتحولت معذره اتحولت لداله مجزأه المجال، عباره عن ايه؟ عباره عن واحد على سين. واحد على سين المفروض ان هي بتترسم في الربع الاول والربع الثالث للمحاور الجديده، بس هو قال لك خد السين اكبر من الصفر، يعني الجزء اللي مرسوم في سين الموجب، يعني الجزء اللي في الربع الاول بس، يبقى انا مش عايز اللي في الثالث ده، فامسحه بعد اذنك. بس كده، كلام جميل جدا. طب ما هي سالب واحد على سين، انا عارف يا باشمهندس ان هي بتترسم في الربع الرابع، او تعالى نقول في الربع الثاني والربع الرابع، صح؟ بس هو قال لك خد السين اقل من الصفر، يعني الجزء اللي مجاله سين السالبه، فسين السالبه يعني الربع الثاني هنا، فانا عايز الجزء ده مش عايز اللي تحت، فامسح اللي تحت. فتحولت شكل الرسمه لكده، يبقى المقياس حول شكل الرسمه لكده. طب واحد تاني هيقول لي انا مش هعيد تعريف. ماشي يا عم انت جامد، قول لي هتعمل ايه؟ على فكره الاثنين صح، انا مش بتريق. هتقول لي المفروض ان الرسمه اللي هي واحد على سين في الربع الاول والربع الثالث، اقول لك جميل جدا. وانت اتفقت معايا طالما في مقياس اللي في الاول هوب يتعاكس فوق، فده هيقوم معكوس فوق بالموجب، اقول لك صح، الاثنين صح، خلاص الطريقتين زي الفل وشغالين وزي الفل. انما انت لما بتعيد التعريف انا بحس ان الموضوع بيبقى اسهل على الطالب شويه من فكره الانعكاس، خصوصا لما بيجي يعكس ممكن يرسم المنحنى غلط. خلاص كلام جميل، تعال نشوف اللي بعده. رقم 2 بيقول لي ر س سالب داله الس. بص معايا، يعني سالب القيمه المطلقه لداله السين اللي هي واحد على سين. على فكره ده انعكاس المساله اللي فاتت، يعني انا لما اجي اعد تعريفها يبقى داله السين بتساوي، خلي بالك ان السالب ثابت، هاخد اللي جوه المقياس مره بالموجب ومره بالسالب، يبقى سالب واحد على سين. هنا سين اكبر من الصفر، هنا سين اقل من الصفر، وقلنا ما ينفعش يساوي ليه، فتصبح ان داله السين بتساوي هنا سالب واحد على سين، هنا بقى سالب في سالب تبقى موجب واحد على سين، هنا السين اكبر من الصفر، هنا السين اقل من الصفر. واحد شاطر هيقول لي سالب واحد على سين المفروض بتترسم في الثاني والرابع، اهو المفروض بتترسم في الربع الرابع والربع الثاني. هيقول لك انا عايز السين اكبر من الصفر، يعني الجزء اللي موجود في سين الموجبه بس، يبقى انا مش عايز اللي في الثاني ده، فشيل ده. حلو. طب واحد على سين، واحد على سين يا باشمهندس انا عارف ان هي في الاول وفي الثالث، يعني هي المفروض في الثالث وفي الاول بالشكل ده كده، بس هو قال لك خد اللي سين اقل من الصفر، يعني اللي مجاله سين السالبه، يعني انا عايز اللي في الثالث مش عايز اللي في الاول. شكرا. بس يبقى ده شكل الرسم. وعلى فكره ده انعكاس المساله اللي فاتت. بص المساله اللي فاتت كان الاثنين فوق، لما اعملهم انعكاس ينزلوا الاثنين تحت. هتقول لي هو في مقياس بيطلع بالسالب؟ يا جدع ما انا بقول لك سالب المقياس، هو المقياس ده هيطلع موجب مضروب في سالب يبقى سالب، فطبيعي ان الرسمه كلها تبقى في الجزء فين؟ في الجزء السالب. رقم 3 بيقول لي 2 زائد القيمه المطلقه لداله س، يعني حصل لها ازاحه. على فكره هو يعتبر نفس الشكل وعمال بيلعب فيه عادي جدا، يعني ده عباره عن 2 زائد القيمه المطلقه لواحد على س، يبقى داله الس تساوي، هاخده مره بالموجب يبقى 2 زائد واحد على س، مره بالسالب 2 ناقص واحد على س، ما انا اخدته بسالب واحد على س. هنا السين اكبر من الصفر اللي هي صفر المقياس، وسين اقل من الصفر، وقلنا ما ينفعش نحط يساوي لان بالنسبه لي يا باشمهندس المقام ما ينفعش يساوي صفر.
هتقول لي 2 زائد 1 على س، دي نقطة تماثلها سهلة، هساوي المقام بالس بصفر والعدد اللي بره زي ما هو ب2، ودي نقطة التماثل برضه هساوي المقام بالصفر والعدد اللي بره زي ما هو ب2. يعني نقطة التماثل هي 0 و2 اللي هي النقطة دي. خلاص؟ فعند النقطة دي يا باشمهندس أنا شاطر، فهعمل المحاور الجديدة بالشكل ده كده، وركز بقى في الكلام اللي أنا هقوله. المفروض 2 زائد 1 على س تترسم أول وتالت بالنسبة للمحاور الجديدة. يعني هي المفروض في الربع الأول والربع التالت بتاع المحاور الجديدة. بس هو قال لك السين أكبر من الصفر، يعني الجزء اللي قصاد س الموجب، فده اللي قصاد س الموجب، يبقى أنا مش عايز اللي قصاد س السالب، مش عايز ده. خلاص؟ كلام جميل جدا. طب 2 ناقص 1 على س، هنا معامل الكسر سالب، يبقى هي في التاني والرابع للمحاور الجديدة. يعني في التاني والرابع للمحاور الجديدة. بس قال لك خد س أقل من الصفر، يعني اللي قصاد س السالب، فأنا عايز الجزء اللي ده اللي هو يعتبر في الربع التاني ده، ومش عايز ده. خلاص شيل ده. فطبعا هي 1 على س، بس حصل لها ازاحه وحدتين لفوق. خلاص؟ يعني هو نفس السؤال وعمال يحرك لك الداله، مره يعملها لك انعكاس، مره يطلعها لك وحدتين، ممكن مره ينزلها تحت، ممكن مره ينقلها يمين ويطلعها لفوق. كل ده عادي جدا، بس انا عايزك تتعلم القاعده دي. خلاص؟ رقم 4 بيقول لي بقى المره دي القيمه المطلقه لداله س ناقص 2، يعني القيمه المطلقه، ركز بقى، هشيل كل س واحط س ناقص 2، يعني 1 على س ناقص 2. طبعا عيد تعريف المقياس، وخلي بالك بقى من الكلام هنا. فالمره دي هتبقى بالموجب، يبقى 1 على س ناقص 2، والمره دي يا باشمهندس هتبقى بالنسبه لي، بسم الله الرحمن الرحيم، سالب المقياس، يعني سالب 1 على س ناقص 2. هل بقى هنا اقول س اكبر من وس اقل من الصفر؟ قال لك لا، المره دي هقول س اكبر من الاثنين وس اقل من الاثنين. ليه بقى يا باشمهندس؟ قال لك لان كان المقام س فكانت اسفاره صفر، هنا اسفار المقام 2، فما ينفعش ان انا يا باشمهندس بالنسبه لي اخلي المقام بيساوي كام؟ بيساوي 2، عشان لو س ب2 يبقى المقام بصفر، يبقى انا باخد اللي بيصفر المقام بعوض بيه. كلام جميل جدا. طيب 1 على س ناقص 2، لو قلت لك نقطه التماثل هتقول لي س ناقص 2 بيساوي صفر، يعني س ب2، العدد اللي بره زي ما هو بصفر، ودي برده نفس الوضع، س ناقص 2 بتساوي صفر يبقى ب2 والعدد اللي بره بصفر. يبقى نقطة التماثل هي 2 و0 اللي هي النقطة دي. هاجي عند النقطة دي زي الشاطر وهعمل المحاور الجديدة بالشكل ده كده يا باشمهندس. كلامك جميل جدا. بعد كده دي المعامل موجب، يعني في الأول والتالت بتاع المحاور الجديدة. أه، في الأول والتالت. بس هو قال لك س أكبر من الاتنين، يعني خد من الاتنين فيما فوق، من اتنين فيما فوق الجزء ده اللي مرسوم، يبقى أنا مش عايز الجزء التاني. خلاص شيل ده خلاص. كلام جميل جدا. طيب الوقت اللي بعدها سالب، يبقى في الثاني والرابع للمحاور الجديده، يعني المفروض في الربع الثاني والربع الرابع للمحاور الجديده. بس هو قال لك س اقل من 2، يعني من الاثنين فيما اقل، اللي هي الجزء ده، ده اللي مرسوم عنده، انا مش عايز 2 فيما فوق، يبقى امسح دي. يبقى هي نفس الرسمه اللي هي 1 على س، بس حصل لها ازاحه وحدتين ناحيه اليمين. طالما س ناقص 2 يبقى هي اتحركت وحدتين ناحيه اليمين. خلاص؟ كلام جميل. اللي بعد، طيب ركز معايا يا باشمهندس، يلا بنفس الطريقه. القيمة المطلقة لدالة س زائد 1، يعني بالنسبة لي القيمة المطلقة هشيل كل س في المقام طبعا واحط مكانها س زائد 1 طبعا ناقص 2. طيب هعيد تعريف، يبقى دالة س هاخد اللي جوه المقياس بالموجب، يبقى 1 على س زائد 1 ناقص 2، وهنا 1 على س زائد 1 بالسالب طبعا ناقص 2. س أكبر من س أقل من، المفروض صفر المقياس، أو اللي هيخلي الكلام ده غير معرف طبعا، فأنا بالنسبة لي السين دي اللي هي سالب 1، وهنا برضو إيه؟ هتبقى السين أقل من السالب 1. خلاص؟ كلام جميل جدا. يلا. طبعا هنا لما أساوي المقام بالصفر، سين زائد 1 بيساوي صفر، يبقى سالب 1 والعدد اللي بره زي ما هو سالب 2، وهنا برضو المقام بسالب 1 والعدد اللي بره سالب 2. يعني نقطة التماثل سالب 1، سالب 2 يعني النقطة دي. فعند النقطة دي يا باشمهندس أنا هعمل المحاور الجديدة أهي. أول واحدة فوق المفروض معامل الكسر موجب، يعني في الأول والتالت للمحاور الجديدة. أدي اللي في الأول وأدي اللي في التالت. طبعًا هو قال لك السين أكبر من السالب 1، يعني خد الجزء ده، خد الجزء ده، ده 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 بس، يبقى أنا مش عايز اللي تحت ده، شيله. طيب اللي بعدها سالب، فالمفروض في التاني والرابع للمحاور الجديدة. بس هو بيقول لك س اقل من سالب 1، يعني من سالب 1 فيما اقل، فالجزء ده مرسوم، لان ده سالب 1 فيما فوق، يبقى مش عايز ده اشيله. بس يبقى هي دي بالنسبه للمساله، ان هو عمل لي ازاحه افقيه سالب 1 ونزل وحدتين لتحت. خلاص؟
طبعا انا قلت لك ممكن تعملها على طول، ولكن انا بفضل الطريقه دي. كلام جميل جدا، تعال نشوف اللي بعده. السؤال رقم 10 بيقول لي ارسم منحنى الداله داله س س في مقياس س. هنا برضو اعيد تعريف المقياس، وركز بقى في الكلام. داله الس هيساوي طبعا الس ثابت، هاخد مره اللي جوه المقياس بالموجب ومره اللي جوه المقياس بالسالب. هنا س اكبر من هنا س اقل من صفر، المقياس ساوي اللي جوه المقياس بصفر، يبقى الس بصفر. بس هنا ينفع احط يساوي في واحده منهم لان مفيش هنا مقام فما يضايقنيش. فكده اصبحت داله الس عباره عن س في س بس تربيع وس في سالب س بسالب س تربيع. هنا س اكبر من او يساوي الصفر، وهنا الس اقل من الصفر. طبعا نقطة التماثل هنا صفر وصفر، طبعا هو عايز الرسمة بس مش عايز أي حاجة تانية. طيب الس تربيع المفروض إن هي هيبقى فيه فرع يمين وفرع شمال، بس هو قال لك س أكبر من أو يساوي الصفر، يعني أنا عايز من صفر وبيزيد، يعني أنا عايز الفرع اليمين مش عايز الفرع الشمال، شيل الفرع الشمال. خلاص؟ حلو. سالب س تربيع، سالب س تربيع المفروض تترسم 8، ويقول لك س أقل من الصفر. فهي المفروض اما تترسم 8 يا باش مهندس، يعني المفروض فرع هنا فرع هنا. حلو، بس هو بيقول لك س اقل من الصفر، يعني خد الفرع اللي في الجزء السالب، يعني انا مش عايز الفرع ده فشيله. فاصبحت الرسمه شكلها عامل كده قريبه من داله التكعبيه. خلاص، فده فكره المقياس يا باشمهندس. هل فيها مشكله؟ الموضوع بسيط، تعال نشوف اللي بعده. 2 بيقول لي س في القمه المطلقه لس ناقص 1، شبه اللي فاتت بس نزلت واحده لتحت. يعني شايف المسألة دي؟ هننزل واحدة لتحت، يعني هتيجي عند السالب واحد، وتعالى أكد لك كلامي، يعني أنا مش بقول لك كلام وخلاص. هيبقى بالنسبة لي دالة السين بتساوي، بص أدي السين ثابت، أخد اللي جوه المقياس مرة بالموجب يبقى سين، ومرة بالسالب مرة سالب سين، والسالب واحد ثابت. فده أصبحت دالة السين سين في سين بسين تربيع ناقص الواحد، ودي سالب سين تربيع ناقص الواحد. هنا سين أكبر من أو يساوي صفر المقياس اللي هو صفر، وهنا س اقل من الصفر، طبعا هنا برضه نفس الشروط. خلاص؟ هنا السين مش مضايقه حاجه، يبقى نقطه التماثل صفر، والعدد اللي ورا سالب واحد. فهنا اللي اتغير نقطه التماثل بقت صفر وسالب واحد، يبقى بقت هنا. فما اجي اعمل المحاور الجديده اهي، ادي واحد وادي التاني. السين تربيع زي ما اتفقنا المفروض يبقى فيه فرع يمين وفرع شمال. بس هو قال لك خد س اكبر من او يساوي الصفر، يعني من الصفر وبيزيد، يبقى انا عايز الفرع اليمين مش عايز الشمال، فاشيل الشمال. طب سالب س تربيع ناقص 1 معامل س تربيع سالب، يبقى الرسمه المفروض 8، يعني المفروض تبقى عامله كده وكده. هو قال لك خد الس اقل من الصفر، يعني الجزء السالب، يبقى انا مش عايز الجزء اللي ماشي في السين الموجب، يبقى انا مش عايز الفرع اليمين فاشيله، شلته اصبح الرسمه كده. يبقى هي نفس الرسمه اللي فاتت بس نزلت وحده، حصل لها ازاحه وحده لتحت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي القيمة المطلقة لس تكعيب، لما اجي اعيد تعريفها يبقى دالة س بتساوي مرة س تكعيب عادي جدا، ومرة بالسالب. هنا س أكبر من أو يساوي صفر المقياس، لما أساوي اللي جوه المقياس بصفر تطلع الس بصفر، وهنا س أقل من الصفر. ركز معايا، الس تكعيب الطبيعي بتاعها إن هي يترسم في الأول والتالت للمحاور الجديدة، يعني المفروض جزء كده لحد الصفر، والجزء الثاني في الثالث بالشكل ده كده. بس هو قال لي خد السين اكبر من او يساوي الصفر، يعني خد الجزء ده، فانا مش عايز اللي تحت، فانا هشيل اللي تحت فيفضل الجزء ده كده. طب سالب س تكعيب، حلو، قال لك سالب س تكعيب المفروض ان هي تترسم في الربع الثاني والربع الرابع بالشكل ده كده، بس هو قال لك خد لي السين اقل من الصفر، يعني الجزء اللي مرسوم في س السالب، يعني من هنا لهنا، يبقى انا مش عايز اللي تحت، فاللي تحت ده كده نقول له ايه؟ نقول له مع السلامه. خلاص، يبقى ده شكل الرسمه بتاعتها. هي كانت س تكعيب اتحولت لشكل الداله التربيعيه او شكل القب اللي احنا بنتكلم عليه. خلاص، كل اللي حصل ان حصل انعكاس للجزء اللي هنا بقى هنا، ولكن انا قلت لك بحب فكره ان انا اعيد التعريف. 4 بيقول لي سالب س تكعيب، بص سالب س تكعيب يعني انعكاس، يعني الرسمه دي هتنزل تحت، هيبقى نفس شكل القب ده بس تحت. وتعالى نتاكد. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا سالب س تكعيب، ادي داله الس، السالب ثابت مره اللي جوه المقياس بالموجب ومره بالسالب، س اكبر من او يساوي صفر المقياس، س اقل من صفر المقياس، فتصبح داله الس بتساوي سالب س تكعيب، وهنا سالب في سالب بموجب س تكعيب، س اكبر من او يساوي صفر،
س اقل من الصفر. المفروض والطبيعي ان سالب س تكعيب في الربع الثاني والرابع للمحاور الجديده، يعني بالشكل ده كده بغض النظر يعني عن دقه الرسم، بس هو بيقول لي س اكبر من اساس صفر، يعني خد الجزء اللي في السين الموجب، يعني خد الفرق الحته دي بس، الحته دي بس، يبقى انا مش عايز الحته اللي فوق دي، لحد هنا كده مش عايز. وصلت؟ وصلت. طيب س تكعيب المفروض يترسم في الربع الاول والربع الثالث للمحاور الجديده، بس هو بيقول لي خد السين اقل من الصفر، يعني خد الجزء السالب بس، يبقى انا مش عايز اللي فوق ده، يبقى انا همشيل الجزء ده اهو كده. وصلت؟ بس ففعلا شكل القبه اهو اللي كان فوق، بص بص قارن كده، ده كان فوق اتعكس تحت، وده انعكاس مين؟ انعكاس محور السينات. تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. رقم 5 بيقول لي دالة س بتساوي س اس 4 على القيمه المطلقه لس، نفس الفكره، ركز بس. دالة الس هتساوي، بص، س اس 4 هاخد اللي جوه المقياس بالموجب يبقى س، وادي س اس 4 هاخد اللي جوه المقياس يبقى سالب. هنا س اكبر من الصفر، س اقل من الصفر، احط يساوي؟ ابدا. ليه؟ لان الس في المقام، فما ينفعش المقام بيساوي صفر. طيب يبقى دالة الس بيساوي س اس 4 على س بس اس 3، س اس 4 على سالب س بسالب س اس 3. هنا س اكبر من الصفر، هنا س اقل من الصفر، فاتحولت للشكل ده. س تكعيب لما س اكبر من الصفر، تعالى واحده واحده، س تكعيب المفروض بتترسم في الربع الاول والربع الثالث للمحاور الجديده، هو عايز الجزء الاكبر من الصفر، عايز الجزء ده بس، يبقى هو مش عايز اللي تحت، فاقول لي اللي تحت ده ماله؟ مع السلامه. وخلي بالك بقى المره دي مفيش علامه يساوي عند الصفر، يبقى لازم الصفر نقطه مفتوحه كده. كلام جميل. طب سالب س تكعيب، سالب س تكعيب يا باشمهندس المفروض تترسم في الربع الثاني والربع الرابع للمحاور الجديده، بس هو بيقول له خد السين اقل من الصفر، يعني الجزء اللي في س السالبه، فده الجزء اللي في س السالبه، مش عايز اللي تحت ده فهشيله. فده شكل الرسمه، بس المره دي صفر مفتوح، يعني لو بيسالنا عن المجال هقول له ح ما عدا الصفر، ولو بيسالنا عن المدى هيبقى من الصفر مفتوح لحد الموجب ما لا نهايه، لان ما ينفعش هنا في المساله اسوي الجزء ده بكام؟ بصفر. يعني النقطه دي عشان اوضحها لك اهي، النقطة دي مفتوحة كده. وصلت؟ وصلت بإذن الله. تعال نشوف اللي بعده. رقم 6 بيقول لي س تربيع في س زائد 2، حاضر. هنعيد تعريف، أدي دالة الس بتساوي س تربيع مرة هضربها في الس بالموجب، وأدي س تربيع هضربها في السالب. طبعًا زائد 2 زائد 2، يبقى دالة الس بتساوي س تربيع في س بس أس 3، س تربيع في سالب س بسالب س تكعيب، موجب 2 موجب 2. طب عين أنا الس أكبر من أو يساوي صفر، س أقل من الصفر، حطيت يساوي ليه؟ لأن مفيش مقام. وصلت؟ وهنا س أكبر من أو يساوي صفر، س أقل من الصفر. نقطة التماثل، س تكعيب يبقى صفر، العدد اللي بره زي ما هو يبقى 2، يبقى نقطة التماثل صفر و2 اللي هي النقطة دي، فعند النقطة دي كده بسم الله دي المحاور اللي احنا بنتحرك حواليها. حلو. والله س تكعيب موجب، يعني المفروض في الاول والثالث للمحاور الجديده، بس هو قال لي خد السين اكبر من او يساوي الصفر، يعني خد الجزء الموجب. بص الجزء الموجب يعني من صفر لحد موجب ما لا نهايه، يعني انا عايز من اول هنا لهنا، يبقى انا مش عايز الجزء الشمال ده، شيله. كلام جميل. سالب س تكعيب زائد 2 المفروض بتترسم في الربع الثاني والربع الرابع للمحاور الجديده بالشكل ده. هو قال لي خد السين اقل من الصفر، يعني الجزء اللي قصاد س السالب، يعني الجزء ده، يبقى انا مش عايز الجزء اللي تحت، فاقول اللي تحت ده ايه؟ مع السلامه. وصلت؟ وصلت. فده كده اصبح شكل الرسمه بتاعتي. شكل القب برضه بس اتنقل وحدتين لفوق لان هي زائد 2، خلاص؟ كلام جميل. تعال نشوف اللي بعده. رقم 7 بيقول لي س تكعيب على القيمه المطلقه لس ناقص 3. برضه هنعيد تعريف، يبقى دالة س بتساوي ادي س اس 3 مره اقسمها على س بالموجب ناقص 3، وبرده معايا س تكعيب بس اقسمها على سالب المقياس يبقى سالب س ناقص 3. هنا س اكبر من س اقل من صفر وصفر، لان ده صفر المقياس. هل احط يساوي؟ اقول لك لا، لان السين هنا في المقام. طب هنبسطها شويه لان ده مش شكلها، يبقى ده اللي س بتساوي س اس 3 على س يبقى س تربيع ناقص 3، س اس 3 على سالب س يبقى سالب س تربيع ناقص 3، س اكبر من الصفر، س اقل من الصفر. نقطة التماثل، حط السين بصفر والعدد اللي بره زي ما هو يبقى سالب 3. يبقى نقطة التماثل صفر وسالب 3 اللي هي النقطة دي. كلام جميل.
اعمل لي كده محاورك الجديده، ادي يا باشمهندس وادي يا باشمهندس، روعه. طيب س تربيع زائد 3 المفروض ان هي تترسم فرع هنا، طبعا دي موجب يبقى الرسمه 7 وفرع هنا. هو بيقول لي السين اكبر من الصفر، اكبر من الصفر يعني الجزء الموجب ده ناحيه اليمين، مش عايز الشمال، شيل الشمال. وخلي بالك من حاجه، مفيش علامه يساوي عند الصفر، فالنقطه دي مفتوحه. ليه؟ ما انا لما اعوض عن السين بصفر هتطلع بسالب 3، عشان كده فتحت دي. طب سالب س تربيع ناقص 3 المفروض ان الرسمه دي مالها 8. 8 يا باشمهندس؟ اه، يعني المفروض فرع هنا وفرع هنا. طب هو بيقول لي السين اقل من الصفر، يبقى انا عايز الفرع الشمال ده بس، ما هو ده اللي قصاد س السالب، يبقى مش عايز اليمين ده، شيل. خلاص؟ يبقى بالنسبه لي ده كده شكل الرسمه بتاعتي. وطبعا طبعا مفتوحه عند النقطه دي اهي. عاملها لك عشان تبقى واضحه بالظبط. دي مفتوحه اهي، ودي نازله كده، ودي جايه كده. الاحمر يعني. وصلت؟ لان لو عوضت عن السين بصفر هتطلع هنا بسالب 3. كلام جميل؟ يبقى النقطة دي مفتوحة وده شكل الرسمة بتاعتي. السؤال اللي بعده رقم 8. بيقول لي س ناقص 2 في القيمة المطلقة لـ س. طيب بص معايا. آدي دالة الس هيساوي. طبعًا مرة هتبقى س ناقص 2 في س، ومرة س ناقص الـ2 في سالب س، مرة بالموجب مرة بالسالب. س أكبر من أو يساوي صفر، س أقل من الصفر لأن مفيش مقام. يبقى دالة الس بتساوي س في س بس تربيع ناقص 2 س، وس في سالب س بسالب س تربيع، وسالب 2 في سالب س بموجب 2 س. هنا الس اكبر من او يساوي الصفر، هنا الس اقل من الصفر. طيب عندي بقى مشكله، دي س تربيع ناقص 2 س، ولا مشكله ولا حاجه. دي قلت لك عندك حلين عشان تجيب نقطه التماسك. بص، اول حل سهل قوي، سالب باء على 2 ا نقطه راس المنحنى، سالب معامل س، ما هو مفيش سوري، دي سالب س تربيع ناقص 2 س، سالب معامل س، معامل س سالب 2 غير اشارته يبقى 2، على 2 في معامل س تربيع، 2 في 1 ب 2 يبقى بواحد. بعد كده بجيب داله الواحد، هيبقى 1 تربيع بواحد ناقص 2 في 1 ب 2 يعني سالب 1، يبقى نقطه التماثل 1 وسالب 1. دي طريقه، ده من منهج ثالثه اعدادي على فكره. الطريقه الثانيه هعمل اكمال مربع، يعني س تربيع ناقص 2 س، لو انا قلت زائد 1 ناقص 1، الجزء ده هو كده مربع كامل، يعني ده ممكن يتكتب س ناقص الواحد الكل تربيع، وادي السالب 1 بره. هتقول لي كده نقطه التماثل سهله، هقول س ناقص 1 بيساوي صفر يبقى س بواحد، والعدد اللي بره سالب 1 يبقى سالب 1. شوف الطريقه اللي تريحك، انا قلت لك الطريقتين اهم. خلاص؟ وخلي بالك ان دي شبه اللي فوق بالظبط، يعني انا لو خدت من هنا سالب عامل مشترك فدي كانها سالب في س تربيع ناقص 2 س، يعني ليها نفس نقطة التماثل. خلاص؟ يعني نقطة التماثل برضو واحد وسالب واحد. كلام جميل؟ كلام جميل جدا. لا، مش هتبقى كده، لأن س تربيع ناقص الـ2 س العدد هيتغير. لا، ده هنبحث لها نقطة تماثل. فخلينا واحدة واحدة، خلينا ما نستعجلش، الاستعجال دايما بيغلط. خلاص؟ المهم، يبقى بتاعة الأولى هي واحد وسالب واحد، واحد وسالب واحد اللي هي النقطة دي. خلاص؟ هنبتدي نرسم المحاور الجديدة هنا كده، وركز بقى في اللي هيحصل. دلوقتي هي س تربيع س ناقص 1 الكل تربيع ناقص 1، صح؟ فمعامل الس موجب، يعني أنا المفروض فرع يمين وفرع شمال، صح؟ بس هو عايز الأكبر من أو يساوي الصفر، الأكبر من أو يساوي الصفر. آه، خلي بالك لو حطيت الس بصفر هتطلع بصفر، فده معناه إن أنت هتمسح الفرع الشمال، ولما تحط السين بصفر هتطلع بصفر، فهتكمل دي كده. مش فاهم يا باشمهندس بقى، انت لخبطتني، احنا دايما كنا بناخد اليمين او الشمال. هنا مش بيقول لك سين اكبر من او يساوي الواحد اللي هو العدد ده، فانا همشي من الواحد فيما فوق، لا ده بيقول لك اكبر من او يساوي الصفر. فانت لو حطيت السين بصفر تطلع بصفر، يبقى هو عايز الجزء ده والحد الصفر، ما هو الحد الصفر رسمنا الجزء ده، خلي بالك ده شكل الرسم. ده شكل بتاع الاولانيه بس. حلو جدا. طيب بتاع الثانيه بقى اللي هي سالب س تربيع زائد الـ2 س، مش احنا خدنا سالب وخليناها س تربيع ناقص الـ2 س؟ اه، طب ما دي عايزه واحد. شبه دي كده؟ خلي بالك، زائد واحد يعني هيتضرب في سالب يبقى سالب واحد، يبقى انا بره هضيف موجب واحد عشان ما يبقاش عملت حاجه. فدي كانها سالب س ناقص الواحد الكل تربيع زائد الواحد. هساوي القوس بصفر، فس ناقص واحد بيساوي صفر، يطلع الس بواحد، وباخد العدد اللي بره زي ما هو بواحد. يبقى اذا نقطه التماثل واحد واحد، عشان كده قلت لك ما تستعجلش.
او تجيبها بسالب بقى على الاتنين الف واعملها لك دلوقتي ما تقلقش. خلاص؟ فنقطه التماثل واحد واحد يعني هنا. خلي بالك هنا بقى لازم اعمل محاور جديده. خلاص؟ كلام جميل جدا. فانا دلوقتي هعمل ايه يا باشمهندس؟ دي كده س س ناقص واحد الكلي تربيع. فانا كده الرسمه 8، يعني الرسمه تبقى جايه كده 8. ويقول له س اقل من الصفر، لو انا حطيت صفر تطلع بصفر، والمفروض مفتوح بس في هنا نقطه مغلقه معايا. فبص الفرع ده مفيش منه مشاكل. بس انا دلوقتي وقال لك الس اقل من الصفر، يعني انا عايز من الصفر فيما اقل، يبقى انا لازم امسح الحته دي. الله عليك. وصلت؟ لان ايه؟ هفهمك انا دلوقتي الاثنين اتعملوا ازاي. اول رسمه هي كانت من صفر لحد الموجب ما لا نهايه، صح؟ فكان بقيه المنحنى اللي هو الشكل ده كده. فطالما انا من الصفر يبقى ابتدي من النقطه اللي هي صفر دي واكمل الرسمه اللي هي دي، فاشيل الخط الازرق. وصلت؟ حلو. الرسمه الثانيه نقطه التماثل بتاعتها هنا. فالمفروض ان انا كنت ارسم ده كده واكمل الرسمه 8 كده. بس هو قال لي خد الاقل من الصفر. طيب مبدئيا الفرع ده كله اقل من الواحد، فهشيل. والحته دي كده مش معايا برضه، ليه؟ لان هي من الصفر للواحد، انما من اول هنا صفر، يبقى ده شكل الرسم. خلي بالك ده شكل الرسم اللي انت المفروض ترسمه، فده سؤال مهم جدا. خلاص؟ طيب قلت لها يا باشمهندس ممكن اجيب دي ازاي؟ بص، مش هي سالب، اكتبها هنا سالب س تربيع موجب 2 س. هجيب برضه سالب ب على 2 ا، سالب معامل س يبقى سالب 2 على 2 في سالب 1 يبقى سالب 2 يبقى بواحد. بعد كده هجيب داله الواحد، فيبقى سالب 1 تربيع بسالب 1 زائد 2 في 1 ب 2 تطلع بواحد، يبقى نقطه راس المنحنى فعلا بواحد واحد. خلي بالك من السؤال ده عشان مهم جدا جدا. طيب رقم 11 بيقول لي ارسم منحنى الداله دي وحدد مداها وابحث الاضطراب. طيب القيمه المطلقه الاربعه ناقص س كل تربيع، هيحصل حاجه لو انا خدت سالب عامل مشترك وخليتها س تربيع ناقص الاربعه ولا اي حاجه، صح؟ هتقول لي ما القيمه المطلقه بتاكل السالب، يعني كانها القيمه المطلقه لس تربيع ناقص اربعه. ارسمها ازاي بقى؟ ده انا متعود جوه القيمه المطلقه معادله درجه اولى. قال لك انا هرسم س تربيع ناقص 4 في الاول. سهله؟ طبعا يا باشمهندس. هتقول لي س تربيع مش مضايقه حاجه يبقى صفر، وباخد العدد اللي بره زي ما هو سالب 4. يعني نقطه التماثل صفر وسالب 4 اللي هي النقطه دي. بعد كده يا باشمهندس انت علمتني ام عامل المحاور الجديده، اقول لك برافو عليك كده. بعد كده يا باشمهندس قلت لي معامل الس تربيع موجب، يبقى انا الرسمة 7. هنا بقى لازم نجيب نقطة التقاطع مظبوط مع محور السينات. أجيب نقطة التقاطع مع محور السينات إزاي؟ حط الصب صفر اللي هي دالة س. يبقى أنا بالنسبة لي القيمة المطلقة لس تربيع ناقص الأربعة بيساوي صفر. يبقى يا إما س تربيع ناقص الأربعة بيساوي صفر، يبقى الس تربيع بتساوي أربعة، يعني الس بموجب وسالب 2. يعني هي هتقطع عند الاتنين وعند السالب 2 عشان وأنا بعمل الأسهم. دي دالة تربيعية يعني منحنى. يا باشمهندس منحنى. فدي فرع كده وفرع جاي كده. هل الرسمه دي صح؟ لا، ده انا رسمت س تربيع ناقص الاربعه. فطالما اتحطت جوه مقياس يبقى الجزء السالب هيتعكس يبقى موجب. فين الجزء السالب؟ الجزء اللي تحت ده. خلي بالك النقطه دي صفر وسالب اربعه، يبقى هي تيجي عند النقطه صفر واربعه فوق. الجزء اللي بالاحمر ده هيتعكس فوق، فبدل ما هو كده يبقى كده. عكسته وبعد كده قول له مع السلامه. ده شكل الرسم بجد. والله الجزء اللي كان تحت عكسته بقى كده، فده شكل القيمه المطلقه س ناقص 4. يبقى انا برسم الداله عادي والجزء السالب بعكسه فوق. كلام جميل. خلي بالك المدى اقل نقطه اهي، لو رحت خبطت في الصاد هتلاقيها عند الصفر، يعني من الصفر. وطبعا دي طالعه لحد فوق، يبقى لحد موجب ما لا نهايه. طيب الاضطراد هو عايز المدى والاضطراد، ايد الشمال اهو، فالجزء ده بينزل، يبقى تناقصيه من سالب ما لا نهايه لحد النقطه ده اللي هي سالب 2. خلاص؟ طيب وبالمره الجزء ده بينزل برضه، الجزء ده اللي من اول هنا اللي هي النقطه دي اسقطها بصفر لحد الاثنين، يعني برضه من الصفر لحد الاثنين. طيب تعالى بقى ناخد التزايديه مره واحده. الجزء ده بيزيد اللي هو من سالب 2 لحد النقطه دي اللي هي اسقطها صفر، من سالب 2 لحد الصفر. والجزء ده بيزيد من 2 لحد موجب ما لا نهايه، من الاثنين لحد موجب ما لا نهايه. خلاص؟ دي مساله
في غايه الاهميه يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول لي داله س عباره عن القيمه المطلقه لس تربيع ناقص 2 ناقص 3، وخلي بالك محدد لك فتره من سالب 1 ل 4، مجالك من اول النقطه ده اهو لحد النقطه دي بس، يعني الرسمه تبقى في الجزء ده بس. طيب ده مش الشكل اللي احنا متعودين عليه. اول طريقه بنعمل ايه؟ بص، اول حاجه احنا هنتعامل كان هي من غير مقياس، س تربيع ناقص 2 س ناقص 3. ممكن نجيب نقطه راس المنحنى سالب ب على 2 ا، سالب معامل س يبقى 2 على 2 في معامل س تربيع ب 2 يبقى ب 1، وبعد كده بجيب داله الواحد، 1 تربيع ب 1 ناقص 2 في 1 بسالب 2 ناقص 3. سالب 2 وسالب 3 سالب 5 و1 يبقى سالب 4. يبقى نقطة رأس المنحنى هي 1 وسالب 4 أو نقطة التماثل. فكده نقطة التماثل 1 وسالب 4 على هنا. الطريقة الثانية إكمال المربع. عشان أخلي ده مربع فس تربيع ناقص 2 س، يبقى أنا عايز ضعف الرقم ده هنا عن 4، يعني أنا عايزها س تربيع ناقص 2 س ناقص 4 زائد 4 معذرتك، لأن ده بيبقى موجب. طب دي سالب 3 ودي موجب 4، أخليها إزاي؟ عادي جدا، خليها سالب 7. ما 4 ناقص 7 يديك سالب 3. فكده أصبح الجزء ده، على فكرة كده إحنا عاملين حاجة غلط، صح؟ سالب ب يبقى 2 على 2 أ، 2 على 2 فعل 1، 1 تربيع ناقص 2 ناقص 3 سالب 5 و1. فدي كده س ناقص ال 2 س، لأ طبعًا، أه طبعًا إحنا عاملين غلط طبعًا. أمال المربع مش هيبقى كده خالص. بيبقى نص العدد ده، يعني زائد 1. وصلت؟ س تربيع ناقص 2 س زائد 1. عايزها سالب 3 يبقى أنا أحط هنا سالب 4، كده كلام مظبوط. فطبعا س تربيع ناقص 2 س زائد الواحد اللي هي س ناقص الواحد الكل تربيع، خلاص؟ ناقص 4، فعلا نقطة التماثل هقول له اللي جوه القوس بيساوي صفر يبقى بواحد، والعدد اللي بره زي ما هو اللي هو سالب 4. ففي الحالتين طلعت نقطة التماثل 1 وسالب 4، فواحد وسالب 4 دي أنا هعمل عندها المحاور الجديدة أهو يا باشمهندس، ركز كده معايا أهو. طيب هرسمها إزاي؟ هتقول لي معامل س تربيع موجب، يعني الرسمة المفروض لفوق، بس خلي بالك الله يكرمك انت متأيد. يعني ايه متأيد؟ يعني انا اخر من سالب 1 ل 4، فيفضل تعمل التالي. بص، هات لي السالب 1 وهات لي مثلا ال 2 وهات لي ال 4، هات لي قيمهم. سالب 1 تربيع ب 1 اهو، سالب 2 في سالب 1 بموجب 2 ناقص 3، يعني 3 ناقص 3 بصفر، يعني السالب 1 والصفر، سالب 1 وصفر، يعني الرسمه هتيجي هنا. حلو. طيب ال 2، 2 تربيع ب 4 ناقص 2 في 2 بسالب 4 ناقص 3، وال 4 تروح مع السالب 4 يبقى ال 2 مع السالب 3، ال 2 مع السالب 3 يعني جايه هنا. حلو. بعد كده ال 4، 4 تربيع ب 16 ناقص 2 في 4 ب 8 ناقص 3، 16 ناقص 8 8، 8 ناقص 3 5، فال 4 مع ال 5 هنا. ليه اصلا انا حطيت النقط دي بقى؟ هقول لك، عشان الوقت انا هوصل كده، ده شكل المنحنى اصلا، ما هو محصور ما بين السالب 1 لحد ال 4 فانا رسمته، بس خلي بالك انا كده رسمت ايه؟ انا رسمت اللي جوه المقياس كانه ما فيش مقياس. طب المقياس هيعمل لي ايه؟ الجزء اللي في السالب هيعكسه فوق في الموجب. طب النقطه دي كام؟ النقطه دي 1 وسالب 4، فما تطلع فوق تبقى 1 و4، وبدل ما الشكل ده عامل كده هيتعكس فوق، صح؟ يعني هيجي فرع كده وده هيجي كده. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. طب انا بالنسبه لي الجزء اللي تحت ولا الهوا ما عادش عايزه اهو، خلاص مش انا عكسته فوق، ايوه بس امسحه بقى خالص. فده كده شكل المنحنى بتاعي يا باشمهندس، دي مهمه جدا. فانا بالنسبه لي ده كده شكل المنحنى اللي انا عايزه، طبعا كله على بعضه ماشي، ده كده اللي هو الجزء اللي انعكس وده الجزء الباقي من المنحنى. تمام؟ تمام. مسألة مهمة. المدى بقى. أقل نقطة اهي، لو رحت خبطت في الصاد ألاقيها عند الصفر. وأعلى نقطة اهي، لو رحت خبطت في الصاد ألاقيها عند الخمسة، يبقى من صفر لخمسة. خلاص؟ طيب، الاضطراد، إيد الشمال أهو في الجزء ده بيزيد. تزايدي. دي بادئة من سالب 1 لحد النقطة دي اللي هي إسقاطها بواحد، يبقى من سالب الاضطراد مفتوح. من سالب 1 لحد الواحد. خلي بالك الجزء ده هو برضه بيزيد، النقطة ده اهي لحد هنا اللي هي اسقاطها. احنا وصلنا هنا ازاي؟ على فكرة هي المفروض 4 مع 5، أنا بعتذر طبعًا، أنا والله ما شفتهاش. بص
مفروض الأربعة مع الخمسة اللي هي هنا كده، تمام؟ طب ما نيجي نوصل دي تبقى كده كده. ده الشكل الصح يعني. أنا بس نقلتها في نقطة بعدها. طيب يبقى قلنا من سالب واحد لحد الواحد بيزيد، ومن النقطة ده اهي لحد لحد النقطة ده اللي هي اسقاطها أربعة برضه بيزيد. طب النقطة ده مش عارفها، خلي بالك إن دي نقطة التقاطع مع محور السينات، فهحط الصاد بصفر. فلو قلت س تربيع ناقص الاتنين س ناقص التلاتة بيساوي صفر، فتحليلها هو عبارة عن س ناقص تلاتة في س زائد الواحد بيساوي صفر، يبقى يا إما الس بتلاتة يا إما الس بسالب واحد. يعني هي بتقطع عند سالب واحد وبتقطع عند تلاتة، يعني المفروض يا باشمهندس هي قطع هنا كده عند التلاتة، يعني اللي بالأزرق ده المفروض إن هو نازل عند التلاتة كده. دي كلها من دقة الرسم على فكرة. يبقى أنا بالنسبة لي من تلاتة لحد الأربعة برضه تزايدي. كلام جميل جدا. بعد كده يا باشمهندس آخر حاجة إيه؟ التناقصية، اللي هي الحتة دي من واحد لتلاتة. تناقصية من واحد لحد تلاتة. خلاص؟ فده كده شكل الرسمة بتاعتنا ومظبوطة، وجبنا نقطة التقاطع مع السينات وكلها زي الفل. طبعًا ده أصعب سؤال في التمرين. أعتقد ده آخر سؤال. أه ده الاختبار. خلاص كده بفضل الله يا باشمهندس، بعد عناء كبير بفضل الله وربنا يعلم المجهود اللي اتبذل في الفيديو ده، ان انا ارتب لك الاسئله كده واخليها لك بشكلها كويس وحل الفيديو. انا مش عايز يبقى انا اكيد الفيديو ده عدى ساعتين وممكن يوصل لثلاث ساعات كمان. فبفضل الله خلصنا الاسئله المقاليه بالكامل، اتمنى ان اكون وفقت ان اشرحها. يا ريت لو في اي خطا صدقني هو غصب عني، انت شايف كميه التمارين حن الواحد بيفقد تركيزه وخلاص. ولكن لو في حاجه نبهني فيها في التعليقات عشان زمايلك تستفاد، انا مش بقول لك انتقد، لا بينها في التعليقات باسلوب كويس عشان زمايلك تستفيد ان شاء الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى يكون ايه تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا جدا.